مساء الخير. ردت المقاومة صدق الوعد مرة جديدة لتفتح صفحة جديدة نقرأ في تفاصيلها في هذه الحلقة المطولة الليلة بالمباشر، ونبدأها مع ضيفنا الصحفي علي حجازي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ علي. رح نكون على 9:30 مثل ما كان الحلقة المقررة أساسا مع الوزير وئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي. علي حجازي بنبدأ معك، بس قبل بتذكر المشاهدين فيهم يكونوا عم يشاركونا بأراءهم عبر الحلقة من خلال هاشتاج بالمباشر على تويتر، ومن خلال الإجابة على السؤال: رد حزب الله الاحتمال الأول طبيعي ونؤيده، الاحتمال الثاني التخطي لسيادة الدولة، على التويتر وعلى الفيسبوك التصويت كمان عم بيصير، وبالتالي النتيجة بتبقى للساعة 11 إلى ربع لحتى نكون عم نعلنها. صار الرد، ردت المقاومة، ماذا بعد؟ صار الجزء الأول من الرد جاي؟ بعد في جزء تاني؟ أكيد هذا الجزء يتعلق بالعملية التي استهدفت إحدى الشقق في عقبة في سوريا واستشهد على إسارة شابين من المقاومة. هذا الرد اليوم إجا في إطار الرد على هذه العملية. أما بموضوع الخرق الحاصل الذي حصل من خلال إرسال طائرات مسيرة مفخخة إلى قلب الضاحية الجنوبية، كلام السيد نصر الله كان واضح البارحة: نحن سنسقط المسيرات. هلأ مسيرة 2-5-10 هذا موضوع آخر، وإجا هذا الرد اليوم ليفرض معادلة جديدة عنوانها كتير واضح: تستهدفون في سوريا، نستهدفكم في العمق الإسرائيلي. نعم، نقطة العمليات والاشتباك بيننا وبينكم لم تعد محصورة بشبعة. نحن اليوم ردينا من خارج مزارع شبعة. وطبعا يعني كم هو فخر للبنان ولمن يعتز بالانتماء إلى هذا البلد ولمن يعتز بالانتماء إلى هذه الأمة أنه وبالرغم من كل الاستنفار ومن كل الرغم من كل الاحتياطات ومن رغم من كل الحذر ومن رغم من أنه السيد نصر الله مرة واثنين وثلاثة وكل قيادات المقاومة أكدت للعدو الإسرائيلي أننا نحن سنستهدفك، لكن العدو لم ينجح في تجنب الرد. هلأ بده يكذب على الرأي العام الإسرائيلي الداخلي ويقول له ما في حدا، ما في جرحى، يعني بالحد الأدنى يعني بالحد ما في حدا خي السيارة هالآلية اليوم. إذا ماشي أنت بالسيارة واحد بيلمسك من ورا يا خي بيخبط راسك بالأزازة بتنجرح. معقول كل هالدخان وصواريخ كورنت إنه علما إنه اللي استهدفوا هني مش آلية، آليتين، إحدى الآليات لم تصب. نعم. الآلية الثانية أصيبت بشكل مباشر والعملية مصورة، يأتي الوقت الذي تكشف فيه المشاهد حول تفاصيل هذه العملية يلي طبعا اليوم وضعت لبنان مرة جديدة في موقع الصدارة في الحفاظ على سيادته، على عدم استسهال الاعتداء عليه، على تثبيت مفهوم الضربة يواجهها ضربة، على أمل أننا في المرحلة المقبلة سنشهد تعزيز سيادتنا في السماء اللبنانية حينما تسقط المسيرة الإسرائيلية ويقال للإسرائيلي أن كل الحسابات التي كنت تقيمها في المرحلة السابقة في حربك على لبنان وفي اعتداءاتك على لبنان أسقطتها المقاومة بالمعادلات الجديدة. نعم. طيب على حجازي، قبل ما فوت بالردود السياسية اللي اجت على العملية اليوم، في خشية عند كتار يمكن أن يكون ما حصل بمثابة أو شبيه ل 12 تموز 2006، تتوقع حرب على شكلة 2006 أو خلصت القصة مثل ما قال الجيش الإسرائيلي بيقول الأعمال القتالية الحالية مع الحزب الله انتهت على ما يبدو، ونتنياهو بيقول إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث؟ أنا منذ البداية كنت أميل بحسب القراءة اللي كنت عم شوفها قدامي على أنه الأمور لن تذهب إلى مواجهة مفتوحة لاعتبارات كثيرة تتعلق بالحسابات الإسرائيلية الداخلية والخارجية والوضع الإقليمي، ولأن في كل الصحافة الإسرائيلية كان يكتب بأن إسرائيل لن تخرج مرة جديدة إلى الحرب مع لبنان إلا إذا تأمن عامل سحق المقاومة، وكلنا يدرك أن هذا العامل غير موجود وغير ممكن، وبالتالي كان هناك إصرار إسرائيلي داخلي على أنه حرب من دون
سحق حزب الله، خلينا نتجنبها. وأيضا الوضع الحاصل في سوريا والمفاوضات الإيرانية الأمريكية وطبيعة ما يجري في المنطقة وموضوع عرض صفقة القرن على طاولة المفاوضات، كلها كانت عوامل تؤدي أو تؤشر إلى عدم حصول حرب. أضف إلى ذلك قوة المقاومة التي ترعب إسرائيل اليوم وتضعها أمام حسابات مختلفة. انتهى الزمن اللي تستسهل فيه إسرائيل اتخاذ قرار بالحرب. إسرائيل اليوم تعاني من غزة المحاصرة، نعم، وتسقط أمنيا وعسكريا أمام غزة المحاصرة، غزة اللي قاعدة بطوق طويل عريض، لا القبة الحديدية ولا شيء قدر يحمي إسرائيل من الصواريخ التي كانت تطلق بالعشرات. فكيف يتخيل اليوم الإسرائيلي المشهد بحرب على لبنان مع حزب الله يلي يجاهر بالعلن أمينه العام أنه نحن ترسانتنا كبرت، إمكانياتنا كبرت، صواريخنا ازدادت، نوعية الصواريخ تحسنت، ويقول بشكل واضح على الأرض بالبحر بالسماء نحن مستعدين بشكل تام إلى أي معركة مقبلة. والمشهد المختلف اليوم أن جزء كبير من الشعب اللبناني توجه إلى الحدود مع فلسطين المحتلة ليشاهد الذي يجري، في حين أن المشاهد التي بدأت تتسرب الآن من داخل الكيان الغاصب تؤشر بشكل واضح على أن الإسرائيليين كانوا بالملاجئ وعم يتساءلوا لماذا أرسل طائرة مسيرة إلى الضاحية. نعم. كل هذه الحسابات بتخليك أنت اليوم تكون مقتنع أنه ما عاد سهل أبدا إسرائيل تأخذ قرار بشن حرب على لبنان، بالرغم من أنه يعني حاول البعض من السبهانيين وأيتام بعض هودي اللي بيشغلوهن بشوية مصاري يبسوا لك جو رعب بالبلد وعملية تخويف. وأنا بالمناسبة جاي هلأ من بعلبك لهون، عادة أو بحرب تموز كلنا يتذكر أنه حينما بدأ الاستنفار وحصلت العملية وهدد الإسرائيلي بحصول حرب على لبنان كانت الناس عم تطلع من الضاحية على البقاع. على البقاع. هلأ نحن علقنا بحمدون ببحمدون وعلقنا بشتورة وعلقنا على الطريق ساعة تأخير إضافي لأنه الناس نازلة على الضاحية الجنوبية. كل اللي كنت تشوفه بحرب تموز في شيء عديد الناس تغير. نعم. عامل الخوف وعامل الرعب طبيعي جدا أنه كثير من الناس بتقلك اليوم أنه الحرب مش كلياتنا سوا متحمسين إلها، ولا حتى حزب الله يعني مصر على الحرب. حزب الله بيعتبر اللي عمله هو في إطار عملية الردع. طيب. بس ولكن على حسب الناس اليوم اللي اختلفت. عم بتقول إنه حزب الله اللي عمله بإطار عملية الردع، في مواقف راحوا مثلا نديم قطيش غرد عن اللي صار، بيقول انه الرد اكثر من فولكلوري، بدأ سقف الانتصار بالنزول، بدأنا بمقتل كخافي، انتهينا ان حزب الله اقوى من اسرائيل بلعبة الغميضة. هو ورده حقه نص ليرة. مين نديم قطيش؟ هو ورده حقه نص ليرة، واذا بعد بتذكر اسمه رح تقله حقه شو. لا تعلق. لحظة، بس هو من الأصوات اليوم نديم قطيش المسموعة على مواقع التواصل بالإعلام، كان له دور سياسي بمرحلة معينة. حقه هالقرشين اللي بيعطوه إياهن آخر الشهر أجير عندي السعودية، ووظيفته بتنتهي بس تنتهي الدور السعودي بهذا البلد، وبالحسابات على الآلة الحاسبة حتى هو منه صفر، الصفر إلى حاجة، هو ما حدا عمل له حاجة، لا هو ولا أمثاله بينعمل لهم وزن. عم يتقاتلوا كبار اليوم حزب الله وهذه المقاومة، حاطين راسهم براس أمريكا، حاطين راسهم براس العدو الإسرائيلي، عم بيغيروا معادلات بالشرق الأوسط، بدهم يجوا يحطوا حساباته لواحد. برجع بقول لك هو ومواقفه حقهم نص ليرة. غيره إذا محليا ما بدنا نفوت بالمواقف، عربيا جامع الدول العربية انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية لن يصب في صالح لبنان. بالنسبة لي وهو بالمناسبة العرق سبب عطل تقني عنا يعني، حتى لا يقال معصبين في عطل اي سي. بالنسبة لي بداية على مستوى اللي أنا مؤمن فيه بأفكاري، لا جامعة عربية من دون سوريا، ولا تعنيني الجامعة العربية حينما لا تكون سوريا فيها. هاي واحد. اثنين، يعني أيمتى الجامعة العربية بدك تتوقع منها مواقف مغايرة
لهيك موقف، لأن من يتحكمون اليوم بمصير وبمواقف الجامعة الدول العربية هن حلفاء وشركاء لإسرائيل بصفقة القرن. نعم. ولن نتوقع يوما ما من هذه الجامعة مواقف مختلفة. ما بعتقد أنه حتى، يعني بدي أسألك أنا سؤال. نعم. يفترض لما بتحكي بجامعة عربية ونحن كدولة عربية منتمين إلها أنه يكون هيك موقف حساس وبينوقف عنده. أنا بأكد لك ثلاث أرباع الناس اللي قرت هذا البيان أو هذا الموقف قطعت عنه وكأنه غير موجود، يعني لا بيقدم ولا بيأخر، مع عنا معهم تجربة بحرب تموز 2006 لما كانوا شركاء بتأمين غطاء سياسي للعدو الإسرائيلي بيحربوا على لبنان، وشو تقدم وشو تغير؟ كان هني موقفهم ولا موقف وزير خارجية الريتويت، جزيرة الريتويت تبع السعودية البحرين؟ يعني على كل حال دعيت رعيها لمغادرة لبنان البحرين، دربي صد ما يرد اللي بده يوقف مع الإسرائيلي ضدنا. خارجية البحرين تدعو في بيان جميع مواطنيها في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا، هذا البيان اللي صدر قبل شوي عن وزارة الخارجية البحرينية. لا أحد يعمل له وزن ولهذا العملية التخويف، لكن الناس طالعة على جنوب عم تتفرج على الحدود. آخر شيء هيدي هاي البروباغندا اللي كانوا يشتغلوها سابقا ويمكن تأثر لها على 1 2 3، هيدي بالنسبة لشعب انتصر على الإسرائيلي بال2000 وبال2006 وعاش حرب سوريا وشارك فيها وقدم خيرة شبابه فيها، صارت وعانى ما عاناه من الإرهاب التكفيري، كل هيدي المواقف لا بتقدم ولا بتأخر. اللي بيعنيني أنا لا الموقف الوطني الداخلي اليوم. طيب اليوم شايف في إجماع وطني؟ أكيد في إجماع يعني وطني، يعني في موقف الرئيس الحريري يمكن فاجأ أكتر على الساحة السياسية. موقف الرئيس عون غير مفاجئ، يعني هون رح نرجع للمواقف اللي أساسا معروفة. نعم. مع محور المقاومة. أوكي. خلينا نبلش بالرئيس الحريري. واضح أنه موقف إيجابي وطني يشكر عليه بيتراهن عليه بالمرحلة المقبلة، مش وقت نبحث أسبابه بس، ولكن موقف ممتاز في هذه المرحلة. ليه مش وقت نبحث أسبابه؟ يعني لاحقا بدك تشوف، لأنه بعتقد أنا أنه الرئيس الحريري صار عارف أنه التوازنات اللي كانت قائمة بالبلد سابقا بال2006 وبال2005 وبال2009 التوازنات اختلفت، المواجهة اللي كان مجبر على خوضها مع فريق سياسي بهذا البلد صار مقتنع أنه هذه المواجهة لن تؤدي إلى أي نتيجة، ندفع عليها مصاري كتير ونشغل عليها بالإعلام كتير ونتعب عليها وآخر شيء إجت نتائجها عكسية. هذا الفريق السياسي ربح انتخابات، أحد أبرز حلفائه رئيس للجمهورية، بالحكومة هو أكثرية وشعبيا يتقدم، بالوقت اللي عم يخسروا شعبيا واللي عم يخسروا معاركهم الوهمية. وبالمناسبة اليوم خبروني بس حرام شنصه مش حلو، قالوا لي كان قال في خطاب لل سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، يعني هلا أكيد ما حدا سمعوا إلا اللي كانوا حاضرين لأنه مش وقته أساسا، بس قالوا لي كتير حاسس حاله محاصر وتعبان وخسران، بس لن يحاصر وما حدا قادر يحاصره، وأرانب السياسي مثل ما سماهم، أرانب السياسي بولا معركة إلا ما انتصر، وبهو بولا معركة حتى بالمعركة على شريكه وبتآمره على سعد الحريري ما زبطت معه. هودي الأرانب اليوم اللي هو عم يتهمهم، وهذا توصيف معيب. نعم. كل يوم عم بيبرهنوا له انه هو عايش وهم، عايش يمكن العزلة اللي حاطت حاله فيها عم تخليه يتوهم انتصارات وتقدم من هون ومن هون ومن هون، بس ولكن هو يدرك تماما انه كل هذا الغضب سببه تراجعه بشكل يومي وتراجع دوره وانفراط ما يسمى بفريق 14 أدار، كل واحد اخذ حجمه وعارف وزنه، للأسف أن يكون لديه مواقف في الوقت اللي كان لبنان والكثير من اللبنانيين اللي هني بيخالفونا الرأي بالموضوع السياسي الداخلي. نعم. عم يكونوا فرحين أنه لبنان رد على إسرائيل، طلع يحكي عن الدولة والدويلة والشرعية. على كل حال واضح جدا عنده مشكل في عملية توصيف مفهوم السيادة، وأنا أتمنى على فخامة الرئيس
بكرة بما أنه مجتمعين ببعبدة نعم. بلكن بيقول لهم تعاولوا نتفاهم يا أخوان شو معنيت سيادة وشو معنيت مفهوم سيادة. اللهم إذا كانت السيادة عندهم تتعلق بالأوامر الأمريكية والسعودية وتناغم مع أعدائنا، لدرجة أنه اليوم بإحدى المقابلات التلفزيونية مع قيادي في القوات اللبنانية عم تقول له الاعتداءات الإسرائيلية تقصدين الخروقات يعني حتى منه قبلان يسميها اعتداء بالأسف. غريبين. عم تشكك هون بوطنيتهم، يعني نوع من الاتهام، ما بدنا نقول عمالة، بس عم تخفف من عدائهم لإسرائيل. يعني كما نرحب بموقف الأفرقاء اللبنانيين وبمقدمة الرئيس الحريري الإيجابي، من حقنا نسأل البعض شو هالتماهي انتو والعدو الإسرائيلي؟ يعني مش عيب؟ مش عيب؟ بلد عم تتعرض سيادته للخرق كل يوم 10 و20 و30 مرة. نعم. ردع العدو الإسرائيلي مفخرة وانتصار لمفهوم الدولة ولا مفهوم السيادة ولا لا؟ إذا لا خبرونا، نحن وياكم متفقين على أنه إسرائيل عدو إيه أو لا؟ ليش حتى بمحل ما جبرتوا الرئيس الحريري بمجلس الوزراء يرد عليكم ويقولكم مش وقتها هيدي الحسابات؟ نعم. مش حزب الله، مش تيار المردة، مش حركة أمل، مش التيار الوطني الحر، الرئيس الحريري استفزيتوه انتو داخل مجلس الوزراء. نعم. طب بس اليوم بالوقت يلي انت عم تحكي عن هؤلاء الاشخاص، يمكن نفسهم كانوا عاملين حملة على مواقف فخامة الرئيس لما اعتبر انه ما جرى هو اعلان حرب يتيح لنا اللجوء الى حقنا بالدفاع عن سيادتنا. اولا لم ولن نتوقع بيوم من الايام ان يكون الرئيس ميشيل عون بموقع مختلف. هذا هو ميشيل عون اللي قال عنه الرئيس الأسد حينما يخاصم يخاصم بشرف، وطبعا الرئيس عون حينما يصادق يصادق بصدق. نعم. ميشيل عون أتى إلى رئاسة الجمهورية فخامة الرئيس من المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية والموقع الرئاسي لا يمكن أن يعطوا لفخامة الرئيس إلا النفس الوطني، وقلناها ونعود لنقولها. نعم. قد تختلف مع فخامة الرئيس أو مع التيار الوطني الحر بتفصيل يتعلق بموضوع داخلي، بس ولكن لا يمكن لفخامة الرئيس أن تختلف معه يوما بقضية استراتيجية، لأن الجنرال عون بحرب تموز 2006 لما كان كل العالم يتوقع أن هذه المقاومة ستسحق أخذ الموقف التاريخي وقال بشكل واضح نحن مع هذه المقاومة، وحتى لما قال له يمكن تخسر قال له نخسر معها. نعم. وبالتالي وهو ولا مرة أخطأ بالحسابات الاستراتيجية، مش مثل الآخرين اللي اليوم للأسف طالعين ينكتوا، بعضهم ناطرين تغيير النظام بسوريا. في ناس اليوم حتى سامي يرجع ما هو اليوم على بعده عم يحكي بتغيير النظام في سوريا، هودي ما بيقروا المشهد الاستراتيجي ولا بيقروا الخريطة ولا بيعرفوا. بالمناسبة هن لازم ينتبهوا كتير منيح في أي حرب مقبلة مع العدو الإسرائيلي، المنتصر سيرسم فيها خريطة المنطقة، ولما بنحكي عن خريطة المنطقة عم تنرسم حسب هوية المنتصر، كل واحد رح الربحان رح يقعد مع الربحان والمتحالف مع الخسران رح يعتبر كمان هو خاسر. نعم. لأنه هذا مطلب للناس ومطلب لبيئة المقاومة، أنه ما فيني أنا بعد أتقبل فكرة واحد يتعاطف مع إسرائيل وينتظر المدفعية الإسرائيلية والصاروخ الإسرائيلي يسحقني وآخر شيء بدي أجي أقول له مرة جديدة خي سمحناك. هذا المنطق لم يعد يصلح. هذا المنطق أنا بقناعتي أنا وهذا يلزمني إلي، هذا المنطق لم يعد يصلح. خلي ينقال لكل واحد انت هون موقفك. قديش كان حلو المشهد الوطني اللبناني الجامع. نعم. قديش كان مرحب في موقف الرئيس سعد الحريري. قديش صفق اللبنانيين بما فيهم المختلفين مع فخامة الرئيس ومع التيار الوطني الحر بالسياسة الداخلية، قديش كانوا فرحين بموقف فخامة الرئيس. مش كلهم. فارس سعيد مثلا لا ما كان فرحان. لكي يحكينا بحدا له وزنه.
كيف مال الوزن فارس انا بعد. رديت عليه قلت له بستقبل بختار بضيعتك بنبقى منفكر نخبرك. حكيني بحدا فارس سعيد معقول يعني نحن نفرغ 30 سنة هلا من الهوى للرد على فارس سعيد ونديم قطيش و يا عمي بدك ترد يعني ولك لا تعمل لهم قيمة. طيب رد على أخي خالي أدرعي اللي قال فخامة الرئيس فخامتك رئيس كل لبنان ولست رئيس جماعة سليماني ألست بي الكل؟ هلا بي الكل هو الحريص على موقف لبنان القوي. بي الكل هو المقتنع بأن إسرائيل عدو وعدو وعدو بعدنا عم نقولها. فخامة الرئيس جاي من مؤسسة الجيش يلي ثقافتها وعقيدتها واضحة وصريحة ولا لبس فيها. إسرائيل عدو. بي الكل هو الذي يعطي للجيش أوامر بإطلاق النار على الطائرات المسيرة الإسرائيلية حينما تخترق الأجواء اللبنانية ويطلب من وزير الدفاع ألا يتم التساهل مع أي خروقات إسرائيلية. اليوم ومبارح ولألف سنة لقدام سيبقى أفيخاي أدرعي ناطق باسم كيان غاصب باسم جيش قاتل قتل الألاف من اللبنانيين والألاف من العرب. وهيدي محاولاتهم من خلال حتى نتنياهو وغيره أنه يخاطبوا الرأي العام العربي من خلال تغريدات باللغة العربية ومحاولة التواصل مع الناس. مثلا أنا تفاجأت أفيخاي أدرعي قبل يومين ثلاثة عمل تعليق على صفحتي وبالتالي أنا ما أدعو إليه هو بلوك فورا. كلام أفيخاي أدرعي أو غيره لا يقدم ولا يؤخر. أنا أدعو اليوم شركات استطلاع الرأي إلى استطلاع رأي تسأل فيه اللبنانيين قديش مؤيدين لي كلام فخامة رئيس الجمهورية. نعم. المؤتمن على الدستور، المؤتمن على القوانين، المؤتمن على حفظ سيادة هذا البلد، وبالتالي لا يستطيع أن يتعاطى إلا بهذا المنطق مع عدو بعده محتل جزء من أراضينا. نعم. طب بس على حجاز اليوم شلنا أفيخاي أدرعي أكيد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي ما راح يكون في كتير تقبل لكلامه لبنانيا. بس اليوم كيف آلية الرد والدفاع عن سيادة لبنان؟ في النموذج اللي عم يتقدم اليوم من خلال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، من خلال موقف فخامة الرئيس مع المقاومة، بس في نموذج آخر بيحفظ سيادة الدولة وهيبتها. قدموا مدرسة بهذا الإطار الرئيس السابق ميشيل سليماني اللي بيقول خلال ولاية الرئاسية اعتدت إسرائيل على شجرة في العديسة فتصدى لها الجيش اللبناني بأوامر واضحة، واليوم على رئيس الجمهورية أن يأمر الجيش بالتصدي لأي عدوان إسرائيلي محتمل. يعني شغلة الجيش مش المقاومة. هلا أنا سألت اليوم لموقع النشرة معقولي معززبين حالهم، كتبت له سابق أنت عم بتعطيني تعليقات لأشخاص أنا خلالها أنه معقول عم بعزبوا حالهم تعبوا حالهم لا يعملوا مقابلة معه ويسألوه عن رأيه. أولا المقاومة اللي عم بيحاول اليوم بشكل غير مباشر يعني يوجه له انتقاد هي المقاومة اللي عملته قائد جيش واللي عملته رئيس واحد. نعم. اثنين عجبني تعليق ايام سوريين ما كان حزب الله عم يدخل بالسياسة اللبنانية لا الجبار. اعتقد انه في يوم من الايام اختلفت سوريا مع المقاومة ولا اعتقد ان هناك اثنان في البلد يختلفان على دور سوريا بموضوع المقاومة. وعجبني تعليق لزميلنا توني خليفة سأله فيه للرئيس الخشبي انه حضرتك حكمت 15 سنة هلا عم تحكي بالدولة يا رجل. واحد عامل رئيس جمهورية وعامل قائد جيش بيحكي ببناء الدولة شو كنت عم تعمل؟ يمكن كان ملتهي عم ببيع الساعات يمكن او عم يعمل رخص لمحطات أو عم بحضر مواكب السيارات اللي فل فيها. لا يشبه هؤلاء لبنان ولعني على لبنان إنه في يوم من الأيام تولى حدا مثله رئاسة الجمهورية. لبنان يشبه العماد إمين لحود، لبنان يشبه العماد ميشيل عون. لا يشبه هؤلاء لأن يفترض أن يكون تعلم في مدرسة الجيش أول كلمة بشعار الجيش هي كلمة الوفاء. الوفاء للسوريين اللي جيبوه، الوفاء للمقاومة اللي جيبته. بس على كل حال أنا أدعوه إلى أن يترشح. خلي فارس سعيد بضيعته يعمل مختار وهو يعمل بضيعته مختار. هل أتحجبون؟
طيب. إذا بيمون على 100 زلمة بضيعته أنا بدي أحرم حالي الحكي واطلع على التلفزيون. وهاوكي تحدي إذا هيك لك 100 ما بيمون لك خسر انتخابات نادي رياضي بضيعته يا رجل. لا تعطوهن طيب. أهمية ولا والله أنا هلا بيجي واحد بيقول لك إنه طيب كيف بتقول ما تعطون أهمية وبترد عليهم؟ لك منرد عليهم نضحك لنقول للبنانيين طيب. خلينا نرجع للميداني لنعريهم. خلينا نرجع للميداني. أول ما سألتك عن أول سؤال إنه صار الرد شو رح يصير بعد، قلت لي صار الجزء الأول صحيح. من الرد. الجزء الثاني نحكى تفاصيله إنه هو له علاقة بالمسيرات، بس هي القصة بعد فيها كتير لغز بالنسبة لمعطياتها. شو كان هدف هذه المسيرات اللي انفجرت فوق الضاحية إن كان الأولى وإن كان التانية؟ لنبلش من هون، شو هدفها كان؟ مين كانت المستهدفة؟ هلأ عملية استهداف مين ما حدا بيقدر يعرف. المقاومة أكيد الجهاز الأمني والاستخباراتي فيها بيعرف هديك المنطقة شو فيها ومين فيها، لأنه كلنا بنعرف. هلأ نحن بنعرف بهالمنطقة في مكتب العلاقات الإعلامية يلي بيترأسها الحج محمد عفيف، هذا الصديق العزيز الراقي المحترم بتعاطيه. بس ولكن هونيك شو فيه وليش ما حدا بيقدر يعرف إلا الأمنيين والمعنيين في حزب الله. هيدي واحد. اثنين، هلأ بموضوع شو جاي تعمل؟ الأكيد جاي تعمل مهمة أمنية. طيارات مسيرة مفخخة توصل إلى هذا المستوى، مستوى البنيات، وهي عم بتطير مش جاي تتسلى ولا مش جاي تتسلى، وحاملة سيفور مش جاي تتسلى خيه، وبدل الوحدة اثنين وبس تسقط الأولى تحاول التانية تجي تفجرها لحتى ما ينكمش المشروع. هذا مش موضوع تسلي، وهذا يفترض أن يربط باختيالات كانت تحصل في لبنان وكنا نقول فيها الإسرائيلي بيعملها وينقلنا يا عملاء ويا أبواك ويا مدري شو عم بتغطوا على المرتكب الحقيقي. نعم. طلعت إسرائيل بتقدر تطير طيارة مفخخة بـ5 كيلو سيفور. أنا أتمنى أن تسأل خبير عسكري الخمسة كيلو سيفور شو بيعملوا. مزبوط. وبالتالي نعم إسرائيل هي المتهم الأول حتى بتخريب السلم الأهلي، وثانيا من الذي يضمن أنه إسرائيل مع بكرة تيجي تعمل لك فتنة بهذا البلد وتطير لك طائرة مسيرة وتستهدف لك حدا وتوجه الاتهام أصبع الاتهام لفريق لبناني؟ نعم. وبالتالي من هون ضرورة أن تسقط المقاومة مسيرة، ومن ضروري أن تفهم المقاومة بأنه أن تقوم المقاومة بردع العدو الإسرائيلي وإفهامه أنه هودي ما بتقدر تستبيح فيهم سمائنا، وضروري أن يسأل الخشبي ميشيل سليمان عن الهبة اللي راح جاب لنا إياها من السعودية 3 مليارات وطلع الضحك على الدقون، وأن يسأل كل حلفاء هذا الفريق السياسي اللي اليوم بيطبل وبيزمر بالسيادة كشعار وين السلاح النوعي للجيش اللبناني، ولماذا لا يسمح للجيش اللبناني أن يمتلك سلاحا نوعيا يستهدف فيه هذه الطائرات المسيرة؟ لك اخجلوا واستحوا على حالكم، عيب. ما بقى حدا يقدر اليوم يكذب على الناس، الناس صارت بتعرف الحقائق. ممنوع الجيش اللبناني أن يملك سلاحا نوعيا، ممنوع ولا بأي شكل من الأشكال، ممنوع تسقط طيارة مسيرة. بس الجيش اللبناني بادر خلال هذا الأسبوع أنه أطلق النار على المسيرات بالجنوب. أطلق النار وسيطلق النار، ولما تصحله الفرصة ما رح يتردد. آخرة النهار ما بقى فينا نتعاطى مع إسرائيل بموقع الخجول أو بموقع المستحي، أنه إسرائيل تبعت طيارة مفخخة على بكرة. يعني نحن أساسا إذا لم نقم برادع إسرائيل تطلع كل حروبنا السابقة بدون نتيجة. ما نحن عملنا كل هيدي الحرب مع التكفيريين لنمنعهم من انه يرسلوا سيارات مفخخه الى اراضينا. صحيح. طيب كيف بدنا نسمح للاسرائيلي يبعث طياره مفخخه خلال 5 دقائق و10 دقائق تنزل تعمل لك انفجار؟ ليش شو دم الناس رخيص؟ ممنوع تستهدف لا الضاحيه ولا معراب ولا زحله ولا كسروان ولا جبال ولا عرسال ولا بعلبك ولا الهرمل ولا اي منطقه ولا الجنوب. لأنه ما في دم لبناني رخيص عندي. كل واحد مؤمن بسيادة هذا البلد ومؤمن أنه نحن ما بقى نخاف من إسرائيل وما بقى نعملها حساب. تعودوا على مشهد أنه نهرب من إسرائيل، وتعودوا على مشهد أنه إسرائيل تغير معادلات بدول عربية بيوم واثنين وثلاثة وبأسبوع. اليوم شو كانت المعادلة؟ شفناهم للجنود الإسرائيليين كيف عم يرقدوا، كيف خايفين، كيف مرعوبين، كيف عم يهربوا. شفناهم خلال أسبوع من الأحد للأحد ما حدا منه نسترجى دعس على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، عفوا مع فلسطين المحتلة. بس ولكن العتب على مين؟ على الأبواق الصهيونية بهذا البلد.
العتب على لك في اليوم بتقرا بعض اللي يفترض انك تسميهم مثقفين عرب، يمكن بتختلف انت وياهم بتفصيل هون او هون، يا خي بتحس استهدافك لاسرائيل كانك مستهدف اولادهم، بتحسهم عم بيلاقوا مخرج لاسرائيل، بتحسهم كتار كتار من اللي بتفكرهم مثقفين وبيغشوك، بيتبين انهم هن مجرد ادوات شغلوها بمرحله من المراحل لتكسب التعاطف عند هذا الجمهور. في منطق بهذا العالم يفترض أن يتغير، وأنا أدعو كل القوى الحية في المنطقة إلى إعادة التثبيت في عقول الشارع العربي أنه إسرائيل عدو. لك في واحد بده يزاود عليك اليوم أنه ما قام به حزب الله متفق عليه. نعم. هل قد عم يشتغلوا على العقل العربي وهل قد نحن نتحمل مسؤولية؟ ومين؟ حضرت إحدى المذيعات على سكاي نيوز، والله لو ان مواليد كريات شمونة ما بتكون هالقد حادة في مواقفها وبتوصيفها للعملية اللي عملها حزب الله. يا اخي اذا اسرائيل ما عادت تحمسكم للتضامن مع اخوانكم العرب، مين بيحمسكم؟ بيحمسكم الحرب على بعض وتقتيلنا لبعض؟ لهون وصل الامور؟ لهون؟ طيب اليوم وصلنا لهيدا المرحلة، الجو اللي نحن فيه، يمكن حكينا اكيد عن عدة انتقادات صارت، ولكن بنرجع بنذكر يمكن الجو العام بلشنا في الحلقة تجسد بكلام الرئيس سعد الحريري يلي عطى البعد الوطني يمكن أكيد. الكبير للي عم نشوفه بهيدي المرحلة وتحصين الوحدة الداخلية. قبل شوي ببداية الحلقة قلت لي بتستبعد حصول حرب، صحيح. واليوم خصوصي في اكثر من استحقاق داخل الكيان الصهيوني منها الانتخابات، فبالتالي بشكل سريع هل الانتخابات هي الحائل دون وقوع حرب؟ لا لا او لا. قوة الردع او كله على بعضه؟ قوة الردع، عدم ضمان القدرة على سحق المقاومة، العامل السوري والحرص على ابقائه في لبنان لهذا الكم من النازحين السوريين بالبلد، والخوف من انه اي حرب على لبنان قد تؤدي الى عودتهم الى سوريا او توجههم عبر البحر باتجاه أوروبا بالوقت اللي يراد الحفاظ عليهم لاستخدامهم كورقة ضغط بالمرحلة المقبلة، الوهم الإسرائيلي والأمريكي بإمكانية عقد صفقة جايين يبيعوا ويشتروا بشي لا بيملكوا ولا بحق لهم يبيعوا ولا يشتروا، أيضا الوضع العربي العربي وتحديدا الخليجي الخليجي والصراع العسكري اللي صار اليوم واضح، وبالتالي نحن ندرك تماما ان اسرائيل حينما تقرر ان تخوض حرب على لبنان ما بتخوضها وحدها، عندها حلفاء وشركاء بالمنطقه وممولين، واضح انه هؤلاء الممولين اول شيء ارهقتهم حرب سوريا وحلم اسقاط سوريا، اثنين هؤلاء اليوم فايتين ببعض ومورطين بحروب، وبالتالي الجبهة لم تعد موحدة في الوقت انه بالجهة المقابلة كن على ثقة ان اي حرب على لبنان وفي اللحظة الاولى التي ستنطلق فيها ستنطلق الجبهة السورية للمواجهة بقيادة الرئيس الاسد، واليوم استدرجت اسرائيل بغبائها العامل العراقي لما راحت استهدفت الحشد الشعبي، وبالتالي هي اضافت جبهة اضافية ستعمل تحت عنوان الحق بالدفاع عن النفس بمواجهة العدو الإسرائيلي، وكلنا يتذكر رسالة السيد عبد الملك الحوثي حينما قال للسيد نصر الله في أي حرب مقبلة إذا كنتم تحتاجون لمقاتلين نحن مستعدين، ما بقى في شيء اسمه حرب بتجي بتخدونا فراطة، بعمل حرب على غزة وبعمل حرب، وحتى موقف الفصائل الفلسطينية المقاومة بغزة وقولها أنه بالمرحلة المقبلة في حال حصول حرب على لبنان ستتقاطع في سماء فلسطين المحتلة الصواريخ اللبنانية مع صواريخ المقاومة. نعم. وبالتالي إسرائيل اليوم مرعوبة، إسرائيل خايفة، ولو حاول بعض الإعلام وبعض الصغار النفوس ولو حاول قادتها، وينو اللي كان عم يحكي امبارح نتنياهو حول إعادة لبنان إلى العصر الحجري؟ من بارح كنتوا عم بتهولوا علينا، اصطنعوا اليوم تصريح لنتنياهو لم يصرحه لجهة أن لبنان سيدفع الثمن، هذا التصريح مش على لسان نتنياهو، طلعوا إعلام عربي ومشوه، للأسف اليوم بزمن التويتر والواتساب والفيسبوك بتمشي الخبرية،
طلعوا له تصريح لأنهم متحمسين للحرب أكثر من الصهاينة نفسهم. للأسف هذا المنطق اللي هن بيشتغلوا فيه، وهذا المنطق اللي هن بيتعاطوا فيه، وهذا المنطق اللي لازم المقاومة وحلفاء المقاومة ودول المقاومة ما بقى تقبل فيه. منطق المسايرة مع هؤلاء لا يصلح لا داخليا ولا خارجيا. نعم. طيب علي حجازي، شكرا لك على هذه المشاركة ببداية حلقتنا. مشاهدينا فاصل، بعدها ببلش الموعد الطبيعي لبرنامج بالمباشر مثل ما الإعلان له كذا يوم على الهواء مع الوزير السابق وئام وهاب. إذا لحظات ونكون مع الوزير وئام وهاب لنشوف قراءته ومعطياته بخصوص رد حزب الله الذي حصل بعد ظهر اليوم، القراءة السياسية للمرحلة وأفقها، بالإضافة للملفات الثانية المطروحة من العقوبات الأمريكية والحوار الاقتصادي غدا. لحظات ونعود بالمباشر. بالمباشر مساء الخير من جديد. في حلقتنا نرحب بالوزير السابق وئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي. مع الوزير مساء الخير واهلا وسهلا فيك. يمكن لما اتفقنا على الحلقه كنا عم نقول كيف رح يرد حزب الله واذا رح يرد او لا وايمتى رح يرد. اتى الرد ليقطع الشك باليقين بعد ظهر اليوم، كيف شفت هذا الرد؟ يعني الرد يعيد اللعبة إلى ما كانت عليه. نعم. توازن ردع. إسرائيل ما فيها تتجاوز اللي الحدود اللي كانت مرسومة. نعم. قبل عدوان سوريا وعدوان الضاحية. طبعا الحزب اعلن انه بعد في عنده الرد على موضوع الطائره المسيره، قصه المسيرات رح بنازل المسيره بمكان ما بداخل فلسطين المحتله، ولكن بداخل فلسطين المحتله او بلبنان؟ لا رايي بنزل مسيره بداخل فلسطين، المسيره من عندنا بتروح لهونيك. شو مثل ما انبعثوا لك وحده؟ شو مش المسيره الاسرائيليه رح تخترق الاجواء اللبنانيه رح تصل؟ لا المسيره الاسرائيليه سهله اسقاطها، بس الإسرائيلي بعتقد أنا عم بحاول يعرف شو عنده حزب الله سلاح طيران. نعم. ما راح يكشف حزب الله شو عنده سلاح طيران إلا خلال حرب. نعم. يعني ما راح يجي هلق يعطي للإسرائيلي هيدي الورقة حتى اللي يعرف الإسرائيلي شو عنده سلاح للطيران. أنا تقديري نتنياهو واضح ما بيقدر يروح على حرب. بتلاحظوا حتى بعد العملية هلا هو حاول يخفف، قال ما في إصابات. يعني لا هو كان عم يضحك لأنه نزل إجره. ايه كان عجله نص هو عم يضحك لأنه نزل إجره، بس هو بدي أقول لك شغلي، هو طبيعي قبل الانتخابات ب15 يوم. نعم. حتما حتى لو في إصابات تتعالج وبيخفف من وقع الضربة، لأنه أنت لاحظ المسار اللي صار. أول شيء الإسرائيلي أعلن إنه ضرب ثكنة وعدة آليات. نعم. صحيح أو لا؟ وعدة صواريخ أطلقت. تعرف أنت الكورنيت بيصيب، منه صاروخ عادة بخل هدفه كتير. صحيح. الأمر الثاني، ضلوا ساعتين حتى اللي أعلنوا هذا الإعلان اللي حصل، استدعى المجلس الوزاري المصغر، قطع اجتماعاته، ركض على وزارة الدفاع وما إلى ذلك. أكيد لو تبلغ أنه ما في شيء ما كان كله هذا بيعمله. بكل الحالات هو سياسيا مصلحته يقول أنه ما وقع جرحى، بس بالصور انفضح. يعني شفنا الفيديوهات كيف عم يصير النقل، واضحة كانت. والأمر الثاني، ما حدا عنده مصلحة بالتصعيد. نعم. يعني الشباب بالحزب ما كانت إيدهم مالحة كتير بالضربة، وبعتقد يعني مدروس الرد كان. نعم. عرفت كيف؟ كمان هن بياخدوا بعين الاعتبار مصالح البلد، بياخدوا بعين الاعتبار يعني كل المعطيات الموجودة. هن عم بيفهموا الإسرائيلي إنه هيدي اللعبة ما فيك تلعبها، ما فيك تعمل ولا عملية بدون رد، وهذه حماية للوضع اللبناني. أبدا منا مغامرة ردا على بعض
التافهين المغامرين السيئين اللي بيحاولوا عطول يعني يكونوا بالجانب الإسرائيلي وليس بالجانب الوطني، وضع حد لهذا الموضوع. الإسرائيلي بلع الضربة رغم أنه بتعرف نتنياهو كان عم يحكي يوم بده يقصف مجلس وزراء ويوم بده يضرب مجلس النواب ويوم بيرجع لبنان للعصر الحجري، كمان بيرجعوا للعصر الحجري، كمان المقاومة فيها تراجع للعصر الحجري، كمان بتضرب له محطات الطاقة وبتضرب له محطات الكهرباء وبتضرب له محطات المياه، يعني عند الإمكانية لأهداف هيدي محددة. بس بعد الرد دغري قال إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث، يعني أدفع مثل ما بنقول. طبعا ضبضب إذا بدنا نستعمل تعبير سيء. بلعة. طيب مع الوزير حضرتك بتوصيف الرد قلت انه رد المقاومة مدروس لانه حريصة على البلد، بالوقت يلي لافت بعض الاقلام يلي كانت تقول قبل انه المقاومة وحزب الله يورطون لبنان، بعد الرد وصفوه بالرد الاكثر من فولكلوري. طيب يردوا اني يعني خلينا نستعين فيهم، يعني تعرف شغلي، يعني اول شيء انت بتعرف هذه مجموعة من الناس لا بتحرز اصلا ترد عليها بالاول لو بتحرص ترد عليها هلا. نعم احنا في 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 رجل اسمه السيد حسن في مقاومة قدرت تعمل معاهدة ردع دقيقة ومخيفة هالقد مع الاسرائيلي. نعم ما قدروا عملوها العرب بحياتهم. صحيح. كيف ما بعرف شو المصلحة بهذا الكلام، كلام اسرائيلي بالاخير هذا الكلام يعني. طيب بس على سيرة العرب، ما بعرف صار لك شوف موقف جامعة الدول العربية اللي بتعتبر انه انفراد جهة او فصيل باتخاذ قرارات مصيرية لن يصب في صالح لبنان. ما فيها شيء، كانوا عملوا اجتماع للجامعة العربية في عاصمة عربية قصفت او اعتدي عليها. نعم. واجمع كل الهيئة الرؤساء الشرعيين في لبنان والحكومة بأنه هذا عدوان على إسرائيل. ما فيها شيء، كان شغلة كتير بسيطة. نعم. أنه يعملوا اجتماع للمجلس الوزاري مثل ما كانوا يعملوا اجتماع وقت تآمر على سوريا. وقت تآمر على سوريا ما كل يوم يعملوا اجتماع مجلس وزاري عربي. كل يوم يعملوا مجلس اجتماع مجلس وزاري عربي ويردوا هني ويقولوا خلاص نحن العرب بنرد. هلا هني تضامنوا مع لبنان لما الرئيس الحريري دعا السفراء العرب باستثناء السفير السوري، تضامنوا وقتها مع لبنان. ما طلع بس بيان من الجامعه العربيه لا، وقتها السفير الكويتي هو طلع اللي طلع هلا خوفا بسنة. على الاسرائيلي طلع حرصا على لبنان، فيك تشوفها من ناحيتين. ما يخافوا لبنان، في مين يحرص عليه ويحميه. طيب انت عم تحكي عن لبنان بشكل عام، في مين يحرص عليه، بس كدوله في شغله غريبه يمكن عبر عنها سمير جعجع بخطابه اليوم، بيقول ماذا يبقى اصلا من هيبه الدوله ومقومات العهد القوي اذا كان القرار الاستراتيجي الاول والاخير بيد اطراف خارج مؤسسات الدوله والدوله بتبصم وبتمشي. هلا هو يعني حر الدكتور جعجع برايه، يعني منه مغير شيء برايه، ولكن حصل عدوان، خلينا نعتبر بس تنسأل في عدوان. نعم. على لبنان او لا؟ اكيد في، يعني الشباب ما حدا نفين. لا الشباب بيعتبروا انه ما حصل عدوان على لبنان او انه الاسرائيلي في يعملها هاي الشغله، ما فيها شيء شباب ضد النظر. بدنا نسال شو التوصيف بالاول، انه عدوان او كسدوره عاملين الشباب الاسرائيليه، وانه بسيطه شباب شو هالمشكله، يعني اجوا كسدروا بسفاير ومش الحال، شو توصيفهم للمساله؟ هلا هو كان الوزير كيم جونغ عم بحاول يعبر عنه من السوداء بس لجموا الرئيس الحريري وقتها. اذا ما بعرف شو حكي، يعني ما بعرف، يعني ما بتابعه كثير. أيه. بس انه شوي بحسه بضل منرفز، زي بده يطول باله شوي، يرتاح شوي كمان، هو يريح اعصابه شوي. هلا هيدي غير ما يكون واحد ضابط، يعني في فرق الوزاره مختلفه عن هاي المساله. نعم. بده يكون شوي رجل دولي الواحد كمان. اللي بدي اقول لك بدك توصف، إذا أنت موصفه عدوان، بالعدوان في رد، الجيش عمل رد، الحكومة عملت رد، الشعب عمل رد، والمقاومة عملت رد. نعم. إذا عم معتبرينه عدوان، إذا مش معتبرينه عدوان إيه، أنا بقول لك ساعتها كل واحد فيه يحكي اللي بده إياه. بس هني معتبرينه عدوان، بس في الجيش برأيهم لازم يرد. في إمكانية الجيش، في إمكانية رد على الإسرائيلي جوات الأراضي المحتلة؟ ما بعتقد يعني في إمكانية.
الجيش عمل اللي عليه بموضوع الطيران. طيب إذا بدنا نروح للمواقف الثانية، يعني بغض النظر عن موقف جعجع، موقف خلينا بس شوي يعني شو؟ إذا في شي موقف له قيمة أوكي، سعد الحريري له قيمة؟ إيه موقفه، لا سعد الحريري موقفه مميز كان، بس البعض يأخذ عليه أنه رجع عمل الاتصالات الدولية وحكى الأمريكان وحكى الغرب وحكى عمل الاتصالات الدولية، ومن حقه يعمل الاتصالات الدولية حتى يحاول يضبط الوضع، وهذا حق لرئيس الحكومة وواجب عليه يعمل هيك. نعم. بس رئيس الحكومة كان واضح بتوصيفه للأمر وكان واضح بأنه هذا عدوان، ونحن حييناه على هذا الموقف، وأنا بعتبر هذا الموقف يؤسس لسعد الحريري لمرحلة المقبلة، يؤسس بشكل كويس داخليا خارجيا سعوديا بده غطاء عربي كمان. سعوديا بدي أقول لك شغلي، سعوديا الوضع مش ولا بد، يعني أنا مني خبير بهالقصة ولا بعرف حدا من السعودية تحكي لك، بس أنا بعرف اللي بسمعه، اللي بعرف انه بالسعودية لا وضعه منه منيح. نعم. لعدة اسباب بس، ولكن ما بعتقد انه وضعه بالسعودية منيح، يعني هيدي مسألة بطلت يعني سر، هيدي مسألة صارت كل الناس بتعرفها، يعني اللي بتشتغل سياسي بتعرف انه وضعه السعودي ليس سليم. مشان هيك عم بحصن حاله داخليا اذا بدنا نقول؟ يعني عنا بيقولوا الحجر مطرح وقنطار، مش هيك نسميها نحن؟ مزبوط. فالحجر مطرح وقنطار، فإذا هو قوي بلبنان كل الناس مضطرة تتعاطى معه بالأخير، إذا هو منه قوي بلبنان يعني واضح كان كيف التعاطي بيتم، والسعوديين عندهم حسب ما بسمع رأي سلبي بالرئيس سعد الحريري، ولكن هذا ما بيعنيني أنا، يعني ما بيعنيني أنا شو رأيهم فيه، يعني لأني شغلتي أنا أنه حسن له وضعه مع السعودي، ولأني شغلتي أعرف السعودي كيف عم بفكر فيه، يعني أنا سألتني سؤال. تمام. طيب بدي أرجع للبنان، حزب السياسة حزب الله كيف رح يرد الجميل لسعد الحريري على هذا الموقف؟ أو منه جميل لحزب الله أصلا، هو جميل للبنان برأيك؟ رئيس سعد الحريري عمل واجبه كرئيس حكومة، نعم، وعمل واجبه كإنسان عنده كرامته الوطنية، عمل واجبه، ما عمل لك ما بيعمل صفقة تجارية بهذا الموضوع بس، ولكن حزب الله أنت بتعرف حزب الله متمسك بالرئيس سعد الحريري، حزب الله بيسهل أمور الرئيس سعد الحريري، وحزب الله عم بيحاول يساعد الرئيس سعد الحريري ل السير بالحكومة بشكل جيد. هم برأيك كافية بالسياسة لسعد الحريري مقابل هذا الموقف؟ شو المطلوب يعني؟ شو إذا في شي فكرة على راسك بجاوبك؟ لا أنا ما عندي فكرة على راسي، عم بسأل هيك بشكل عام يعني. أنا اللي بعتبر إنه لا، يعني واضح أن حزب الله يعني حزب الله منحاز إلى الرئيس سعد الحريري، هي أمر واضح. طيب كل التسوية القائمة اليوم بين الرئيس العماد ميشيل عون والرئيس سعد الحريري أعتقد بأنه حزب الله ليس بعيد عنها. نعم. مش هيك؟ يعني أكيد حزب الله مش بعيد عن هالتسوية، وهي التسوية من هيك مكفية عايشة، لأنه في ثلاث أطراف أقوياء ماشيين فيها، رغم أنه أنت بتعرف أنه في أطراف آخرين حاولوا الخربطة على هذه التسوية. صحيح صحيح. طيب بالنسبة لموقف فخامة الرئيس، حكي كلامه قال موقفه، بس تعرض لكثير من الانتقادات. فخامة الرئيس انه يعني فخامة الرئيس ما له جميلة بهذا الموضوع، فخامة الرئيس هو السيادي الاول في لبنان، فخامة الرئيس اثبت بانه بيساوم ما بيساوم على 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 كرامة البلد ولا على سيادة البلد، ولا بيساوم على اي فريق لبناني لمصلحة اي جهة، خاصة اذا كانت جهة عدوة. عرفت كيف؟ فهون بس بالمناسبة لك انا وجاي عبقرة تصريح للخارجية التركية. صحيح، ردت على فخامة الرئيس بقصة كلام مبالغ عن السلطنة العثمانية. هذا الكلام اللي تصدر عن الخارجية التركية كلام قليل الادب، كلام لا اخلاقي، كلام غير دبلوماسي، وهذا يستدعي من وزير الخارجية استدعاء السفير التركي وتوبيخه في الساعات المقبلة،
وبس للخارجية التركية يعني التي تتساءل ماذا فعل العثمانيون. العثمانيين بالعرب بقوا 400 سنة نكلوا بالعرب، قتلوا أحسن شبابهم، هدموا محاصيلهم، شردوهم. هيدي الناس اللي عايش اليوم بهذه الجبال هربت من ظلمهم. فيعني يعني بستغرب أنا إنه تجي الخارجية التركية اليوم تدافع عن زمن السلطنة العثمانية التي يعني فعلت ما فعلته بكل الوطن العربي. نعم، بس مع الوزير يعني قبل ما نروح ترد على الأتراك، في إذا بدنا نقول من أهل البيت عندكم، الوزير مروان حمادي رد على كلام فخامة الرئيس، بيقول الحرب لا يستطيع أن يقررها طرف يتمتع بفائض قوة ولا من يعتقد أنه في نظام الرئاسي. بدي أقول لك شغلي رواد، يعني أنا أخذ قرار، يعني قلت لك إذا في شيء بيحرز رد عليه، شيء بيحرز هذا ما بيحرز تصريح؟ ولك أخي ما بيحرز، لا من هذا. يعني الوزير مروان حمادي موقفه معروف، منه عبيشي بشيء جديد يعني بهذا الموضوع. ما بحب رد عليه. طيب بالوقت يلي صارت هذه التطورات كلها، كان قبلها عم نشوف عودة الكلام عن استراتيجية دفاعية، اعتبروا انه فخامة الرئيس اسقطها من الحسابات واجلها، وبالسؤال اللي تعرض له ببيت الدين اول ما طلع. اليوم بعد يلي صار برأيك ستعود استراتيجية دفاعية الى الواجهة من جديد، او خلص الكرس المعادلة الرد؟ لا، المعادلة مكرسة أصلا. يعني استراتيجية دفاعية ليس أحد يريد طرحها من اللي بيعيدوا باستمرار طرح استراتيجية دفاعية. هن اللي بيهمهم مش هذا الموضوع، هن بيهمهم يوصلوا لسلاح المقاومة. نعم. فسلاح المقاومة روان، حتى لي ما نلتهي كمان، ضلنا نحن قاعدين عمالي بنلتهي بشغلة ما بتوصل لمحل. سلاح المقاومة له ارتباط بالصراع العربي الإسرائيلي، ما له ارتباط فقط بالموضوع اللبناني. فلذلك أنا يعني بعتقد مثل ما الرئيس الحريري ربما اقتنع بأنه هذا أمر يعني فلنخرج منه ولنذهب لاتجاه آخر، لاتجاه حاجات الناس وبناء الدولة ومحاولة يعني نشوف شو فينا نعمل كدولة. يعني منه هذا الهم الأساسي اللي شاغل الناس، هذا الهم شاغل بعض الدول التي تحرك بعض الناس. نعم، بعض الدول اللي تحرك بعض طبعا الناس. بس انا بيعتبروا انه اساس الاستقرار الاقتصادي وبناء الدوله بلبنان هو مرتبط بهيبه الدوله مثل ما هم مسميينها. ما شو مين انتقص من هيبه الدوله اصلا؟ يعني ما حدا انتقص من هيبه الدوله. في دوله تعتدي على ارضك كل يوم، في دوله مسخ كل يوم تخرق اجواءك، كل يوم طيرانها موجود بالجو، كل يوم تعتبر فيها تعمل اللي بدها اياه على اراضيك. وين في معادله ردع؟ وهذه المعادله الردع توصل لمكان تحمي لبنان. خليهم الشباب يعملوا معادله ردع اخرى ويعرضوها علينا نشوف اذا بنقتنع فيها. هلا هن الجيش اللبناني هيدي المحاوله اللي عندهم اياها او الطرح اللي عندهم. ما معتدي اسرائيل على الجيش اللبناني عشرات المرات، شو قصتنا؟ وردد عليهم كمان يا خي. طيب ما اختلفنا، بس اسرائيل مدمره مطارات مدنيه بلبنان، كانت تقصف ثكنات، كانت تقتل عناصر من الجيش. يعني منا يعني كمان حتى اللي نجي يعني كانه خلص مجرد ما عندنا جيش لبناني المساله انتهت. ما كلنا نحن جيش وكلنا مع الجيش، ولكن الجيش لم يقل بانه هو قادر على معالجة هذا الأمر وعلى إلغاء الخروقات الإسرائيلية أو الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. نعم. ما عنده إمكانية، طيب إذا بنرجع شوي للأمور المتعلقة بالرد يلي صار اليوم من ناحية الميدانية، أكيد أهمية الرد أنه أتى في داخل الأراضي المحتلة. من ناحية تانية مثل ما واضح أنه رد هو ليس على موضوع الضاحية الجنوبية بقدر ما هو على استهداف المقاومين بسوريا، وبالتالي بعد علامة الاستفهام تتوالى على موضوع المسيرات بالضاحية. شو المعطيات الجديدة عندك بشأنه؟ ما عندي شيء جديد.
غير اللي انحكى. لم يمستهدف لكيف ولا ايش ولا شيء من هودي وحياتك يعني. اللي انحكى هو اللي انحكى، ما خلص تهلك هذا الموضوع يعني. كل الناس حكيت فيه، انا رايي في شيء حزب الله ما بيعرفه، وفي شيء يمكن الاسرائيلي ما بيعرفه ليش سقطوا هودي الطيارات. نعم كيف هلا انا رايي في شيء بعد نقطه حلقه مفقوده بهذا الموضوع يعني، ما فينا نضلنا نتكهن فيها. مفقوده او سريه؟ انا رايي مفقوده. تمام، بدي الفت لكلام لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال احياء الليله الثانيه من ذكرى عاشوراء، بيقول حزب الله استطاع ان يثبت معادله القوه في لبنان. حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك، ونحن في الخط المنصور قولا وعملا، والمقاومة أرغمت إسرائيل على قواعد اشتباك أدت إلى ردعها. يمكن واضح من نفس الجو اللي حضرتك عم تحكي فيه ونفس القراءة للمعطيات. طيب اليوم معالي الوزير، الكل كان واقف له أسبوع بحالة ترقب، يمكن الإسرائيلي مشيت عليه شعار على أجر ونص، بس بلبنان الكل كان ناطر. برأيك الرد اليوم وبلعت نتنياهو لهذا الرد، مثل ما حضرتك استعملت التعبير، خلص أنهى هذه الحالة؟ واضح أنه ما في حدا بده حرب. نعم كيف؟ ما في حدا بده حرب. هلا اللي بدهم حرب هني كانوا اللي عمالي بيستنكروا رد المقاومة. نعم هول بدهم حرب. هني بدهم حرب؟ طبعا بدهم حرب. شو لك؟ ليه بدهم حرب؟ بدهم حرب مشان ضرب حزب الله معتقدين يعني، بس مش حاطين بحسابهم انه ممكن الاسرائيلي ينضرب مش حزب الله. منو مأمنين يمكن؟ يجربوا. قادر؟ يجربوا. شو هم؟ اي حرب بتعطي دفعه جديده لحزب الله، بتعطي دفعه اكثر من دفعه 2006. بس انا معتبرين ان حزب الله استنزف في سوريا، وبالتالي ما بيربح باي حرب. حزب الله بيعتبر استفاد من 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 كل عمليات القتال التي حصلت في سوريا لتطوير قدراته ولسد كل الثغرات. انا رايي لا، بالعكس الاسرائيلي مستنزف. ليش؟ على كل حال يمكن مستبعدة هذه الخيارات، خيارات الحرب بالوقت الراهن. طيب مع الوزير، قبل ما نفوت للفاصل وننتقل بعده للمحور الثاني اللي له علاقة بالعقوبات الأمريكية، إذا بدنا نجوجل شوي التطورات اللي صارت اليوم بإطار الرد، الموقف الإسرائيلي، المواقف الداخلية، المشهد الجديد بالداخل بظل موقف الرئيس الحريري، كل هيدا الجو لشو بيأسس بالمرحلة المقبلة برأيك؟ بيأسس لتعاون أكثر يعني، أنا رأيي في الداخل. نعم. التعاون أكثر في الوضع الداخلي، ولكن أهم أن يكون التعاون على أسس صحيحة. نعم. هلا بنحكي فيها بالشق الاقتصادي. تمام. لأنه إذا التعاون يعني على أسس غير صحيحة، لا هذا بيأسس لاستباحة للوضع المالي والاقتصادي في المستقبل. نعم. فنحن بهمنا التأسيس يكون لمرحلة صحيحة. يعني انت اليوم اذا نمط الدولة بده يستمر مثل ما مستمر هلأ، نحن رايحين على كارثة كبيرة يعني. صحيح. انت رايح بكرة على اجتماع اقتصادي الصبح، بك تعمل اجراءات تقشفية، وبك تعمل اجراءات ضرائبية، بك زيد ضرائب على الناس، لان انت امام ثلاث خيارات كمان هلأ بنحكي فيهم. ولكن انت اذا رايح بكرة تعمل ضرائب على الناس، نعم، وبوقت انه مبارح موظف بالدولة اللبنانية بيقبض 7 ملايين ليرة، عامل عرس مكلف 5 ملايين دولار، هي اتركها تركينا محور لوحدة لابنه. عرفت كيف؟ يعني اليوم هذا اطاح بكل الدولة، هذا ضرب كل مصداقية الدولة. نعم. وهذا الغى، انا رايي ضرب اجتماع بكره قبل ما يصير. نعم. باللي عمله. طيب هي رجع له قبل ما نفوت بس بالفاصل مع الوزير، بدي انت للحدود الجنوبية مع الزميلة ريما حمدان. ريما مساء الخير. مساء الخير رواد، لك كل الضيوف. كيف الأجواء جنوبا على الحدود؟
يعني الأجواء جنوبا لم تتغير ولا لحظة، الجنوبيون اعتبروا أنه يلي صار والرد المقاومة على إسرائيل بهذه الطريقة باستهداف ناقلة للجنود واستهداف آلية عسكرية هي كانت بمثابة لهم فرحة نصر إذا فينا نقول. ولكن اسمح لي رواد أيضا شير لشغلة أنه بعدنا عم نشوف لغاية هذه اللحظة، نحن موجودين حاليا ببلدة مارون الراس، خلفي عم نشوف بعدسة الزميل زياد سروان، هناك لا تزال الحرائق موجودة ومشتعلة ببلدة مارون الراس أو بخراج بلدة مارون الراس القريبة على المستعمرة الإسرائيلية، وهيدي المشاهد هي نتيجة إلقاء العدو الإسرائيلي لقنابل حارقة وإلقاء عدد من القنابل. وهناك إشارة رواد إلى أنه إلقاء هيدي القنابل هي أتى بطريقة عشوائية جدا، يعني الإسرائيلي رد بطريقة عشوائية، ما كان في هناك رد لأهداف معينة، بل ربما عم بيقولوا الجنوبيون انه حالة من التخبط سادت العدو الاسرائيلي، بالتالي كان رده بهيدي الطريقة. كمان منطمن انه لا حالات لنزوح من بيروت من الجنوب عفوا الى بيروت، لا بل بالعكس الحياة جدا طبيعية في البلدات الجنوبية وفي البلدات الواقعة اذا بدنا نوصفها على خط النار او خط الاشتباك مع العدو الاسرائيلي. نعم ريما، نعم. شكرا لك على هذه الرساله، اكيد بالنشر المسائي وخلال اي تطور رح تكون عم توفينا فيه. مع الوزير فاصل، بعده بنرجع بنكفي الحلقه بالمباشر. بالمباشر نعود المتابعة مع ضيفنا الوزير وئام وهاب. معالي الوزير، قبل ما نتابع في تعليق للخارجية الأمريكية، بتقول واشنطن تشعر بقلق تجاه تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية حسب تعبيره فلسطين المحتلة، وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. فاجأك الموقف أو لا؟ طبيعي، ولكن إذا الأمريكي لو أن أصلا كل المشكلة هي بالدعم الأمريكي لإسرائيل، يعني لو أن الأمريكي كان عادلا في هذه المنطقة منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي حتى الآن، ما كنا يمكن في كثير من الأحداث كنا تلفيناها. ولكن الأمريكي طبيعي أنه يكون بهذا الموقف، ولكن على الأمريكي دور كبير قادر أن يؤديه في ضبط إسرائيل على مستوى كل المنطقة، لأنه ما حدا بيعرف أنه هذه الممارسات لوين ممكن تجر. نعم. هذه الممارسات ممكن كمان تعمل لك حرب بشكل مفاجئ بأي لحظة. طيب الموقف الأمريكي رح نطلع عليه بعد دقائق بالفقرة الإقليمية مع زميلي أدخ ليف، بس قبل كان في موقف لافت لحضرتك من يومين، بتقول فيه مسؤول لبناني أبلغ قيادة المقاومة أنها إذا لم ترد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير فأن واشنطن لن تتخذ عقوبات ضد مؤسسات لبنانية، وقيادة المقاومة رفضت المقايضة. طبعا رفضت المقايضة، لأن والرئيس الحريري بلغ قيادة حزب الله هذا الموقف. مسألة الرد مسألة وجودية، نعم، مسألة إلى علاقة، لأنه اليوم الإسرائيلي إذا ما رديت عليه بكرة بيتمادى أكثر، بكرة نعم. بيعمل لك عملية أكبر، بكرة بيعمل لك عملية اغتيال أكبر. فمن هيك كان هذا الموضوع حاسم عند المقاومة بأنه الرد حتمي، لأنه حتى تعيد قواعد الاشتباك إلى سابق عهدها، حتى تعيد توازن اللعبة، وحتى تحمي الساحة. بس ربط الرد على رد حزب الله على الكيان الصهيوني بالعقوبات لافتة هذه المسألة؟ لا، ما هي جزء من هذه العقوبات، هي جزء من العدوان الإسرائيلي. أنت شفت مين أول واحد رحب بموضوع جمال تراست بونك؟ مظبوط، نتنياهو. نتنياهو واضح بأنه هذا موضوع، يعني أصلا هذا الضغط هو استكمال للعدوان الإسرائيلي اللي عم بيصير على لبنان وعلى العراق وعلى سوريا، استكمال للضغط على إيران، ما كله مرتبط ببعضه. نعم. كمان المعطيات بواشنطن حول هالموضوع رح نستعرضها بالفقرة الإقليمية مع الزميل إياد خليف. مساء الخير إياد.
مساء الخير. بين اعتداء صهيوني ميداني وآخر أمريكي مصرفي، لبنان في عين الترقب. ولكن هل من ترابط بين مسار واشنطن وتل أبيب وما خلفيات كل واحدة منها؟ الرؤية الأمريكية للتطورات بين لبنان والكيان الصهيوني وملف العقوبات الأمريكية على لبنان بحجة تقويض أنشطة حزب الله نناقشها بالمباشر ضمن الفقرة الإقليمية مع ضيفنا من واشنطن الصحفي والكاتب السياسي محمد دلبح الذي ينضم إلينا عبر سكايب. مساء الخير سيد محمد، فيما يتعلق بتطورات في المنطقة، هل من جو في واشنطن بشأن حرب محتملة بين لبنان والكيان الصهيوني بعد اعتداء الضاحية ورد حزب الله؟ يعني حتى الآن ليس هناك من موقف أمريكي حاد. الموقف الوحيد الذي صدر هو عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط أو لعملية التسوية جيسون جرينبلات. هناك موقف للخارجية الأمريكية قبل قليل أيضا، الذي قال لأنه يعني نحن الآن في عطلة طويلة، عطلة يعني عيد العمال في الولايات المتحدة التي بدأت من يوم تقريبا مساء الخميس حتى يوم صباح الثلاثاء، وبالتالي ليس هناك من قرارات تؤخذ أو تصريحات يعني حاسمة تصدر عن مسؤولي الإدارة الأمريكية. التصريح الوحيد أن هذه العملية، أن إطلاق الصاروخ أو على المجنزرة أو ناقل الجنود، ناقل الجنود الإسرائيلية تلحق الضرر بعملية السلام. هذا وكأن هناك عملية سلام ناجحة وناجزة في المنطقة، بحيث أنه أي عملية عسكرية في تقوم بها فصائل المقاومة إن كانت فلسطينية أو لبنانية تلحق الضرر بهذه العملية. هذا هو الموقف الوحيد الذي صدر حتى الآن، ليس هناك. ولكن الملفت للنظر أن الرد الأمريكي كان على تصريحات أو على خطاب السيد حسن نصر الله هو بإعلان بإدراج بنك الجمال على قائمة العقوبات. نعم، وهنا السؤال، برأيك هل هناك رابط بين الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية والعقوبات الأمريكية الجديدة أو إن المسارين منفصلين؟ ليس هناك انفصال بأي مسار تقوده الولايات المتحدة دعما للكيان الإسرائيلي. الولايات المتحدة في أعمالها يعني إذا تابعنا عمليات أو إجراءات المقاطعة وإجراءات العقوبات التي تأخذها الولايات المتحدة نجد أن معظمها ضد يعني فصائل المقاومة وضد إيران وضد سوريا وكانت ضد العراق وأيضا ضد الدول التي تعاديها الولايات المتحدة مثل كوبا، مثل كوريا الشمالية، مثل فنزويلا. هذه يعني العقوبات سيف مسلط على كافة القوى والدول التي تأخذ موقفا مناهضا من السياسة الأمريكية. نعم، طيب هل هناك معطيات جديدة بالنسبة للعقوبات، وخصوصا أن ثمة شائعات دائمة عن احتمال إدراج مصارف أو شخصيات سياسية على لائحة العقوبات الأمريكية؟ موجود يعني في عام 2011 وضعوا بنك يعني البنك الكندي اللبناني على قائمة العقوبات وجرى تصفيته وإنهاؤه، والآن بنك الجمال، والبنك الجمال يعني بحجة واحدة أن له علاقة أو أن بعض زبائنه أو عملائه هم مؤسسات مرتبطة بحزب الله، مؤسسات اجتماعية، ولكن لم يجري يعني وضع البنك، بنك الجمال على قائمة العقوبات إلا بعد أن هدد السيد حسن نصر الله بعملية ردا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية وعلى مراكزه في سوريا. وبالتالي يمكن يعني بأي لحظة ممكن أن تصدر وزارة المالية الأمريكية قرارا بفرض عقوبات على أي كيان في المنطقة تعتبره مناهضا لها. طيب سؤال أخير سريعا، ما هي ردات الفعل داخليا في أمريكا بشأن رد حزب الله على الكيان الإسرائيلي؟ هل هناك ردات فعل شعبية أو بالصحافة هل هنالك ما كتب؟ حتى الآن ليس هناك.
يعني كنا يعني كما ذكرت أن هناك عطلة طويلة، وبالتالي يعني الجميع يعني منشغل بهذه العطلة، الإدارة في عطلة، المؤسسات حتى يعني في وسائل الإعلام إذا ذكر يذكر الخبر كخبر عادي نقلا عن وكالات الأنباء. نعم، الصحفي والكاتب السياسي محمد دلبح، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن عبر سكايب. الآن عودة إليك رواد. شكرا لك إياد ولضيفك معالي الوزير. يمكن نفس الجو كنت عم تحكي فيه حضرتك، لمسني من الانطباع بواشنطن. بس بدي أرجع شوي لتصريحك من يومين اللي بتقول فيه المقاومة لا يمكن أن تسمح باستمرار استهداف بيئتها عن طريق العقوبات الأمريكية، شو رح تعمل يعني؟ طيب بالآخر شو يعني؟ يعني بالآخر هذا التراكم بالضغط بيوصل رواد، شو هو اليوم اليوم التسوي في لبنان؟ شو هي التسوي في لبنان؟ خلينا نكون واقعيين، تسوي إيرانية أمريكية. نعم. كيف يعني هذه التسوية الأمريكية الإيرانية أنتجت عدة أمور. تمام. منها يعني الهدوء، منها الوضع المالي المستقر، منها الوضع الأمني المستقر، منها إجراء الانتخابات والسلاسة في الانتقال الديمقراطي وما إلى ذلك. طب إنه هاي التسوية إذا بتكفي هيك اليوم، إذا بيكفي الأمريكي بالعراق قاعد بالعراق وعم بيسهل للإسرائيلي يضرب، أكيد التسوية بينه وبين الإيراني بالعراق بتفرض. نعم. وبتنعكس على البلد. ولبنان نفس الخبرية. طيب بس أنت بتقول حزب الله لن يسمح، شو رح يعمل؟ يفرض التسوية بلبنان؟ هلق بقى شو رح يعمل؟ ما بعرف شو رح يعمل يعني. يعني مثل ما فهمنا منك رح يفرض التسوية بلبنان. عنده 100 خيار هلق، ماني أنا وياك قاعدين هلق بالحلقة بقى نعرف شو بده يعمل، بس إنه هذا التراكم رح يوصل لمحل تفرض التسوية بين اثنين. وبس تفرض التسوية بيطير البلد. ما فيك تطير طائفي بالبلد وتفتكر انه هاي الطائفة بتقعد تتفرج عليك وهي عندها حلفاء وبتمثل اكثر من نص لبنان هي وحلفائها. ما فيك الامريكي كمان عم يغامر بالاستقرار بلبنان باللي عم يعمله، في مغامره كبيره بالاستقرار اللبناني عم يعملها الامريكي. طيب اليوم برايك القطاع المصرفي عم نسمع تطمينات ولكن هو كذابين. بمنقع عن كذابين. كذابين كذابين يعني في خوف على القطاع المصرفي طبعا. من عقوبات جديدة؟ طبعا أصلا في خوف على القطاع المصرفي من كل السلوك المصرفي اللي تبعته المصارف. هلق العقوبات بند إضافي. نعم. ولكن في خوف على كل يا أستاذ رواد يا حبيبي، طب أنا أمتى حذرت؟ مزبوط. ما المشكلة الناس بس توقع الواقعة بترجع بتصير تفكر مين حكي، يعني تفتكرك بس تكون عم تحذر كأنك جاي من بيتبيعك الأخبار وجاي تخبرها للناس. حبيبي هيدي تبقى معلومات دقيقة أو سامعينها من ناس مختصين، ناس قاعدين ليل نهار عم يدرسوا الوضع الاقتصادي أو الوضع المالي، أو بتكون مسموعة من مراكز جدية. اليوم لما في من 3 شركات الكبيرة اللي بتصنف الدول، يعني هاي الشركة تفترض ميتش يعني هيدي بتصنف أمريكا بتفرقش معها. إنه في شركات عندها مصداقية بالعالم، بس تجي الشركتين تصنفك سي معناتها أنت صرت سي. نعم. يعني الناس بتتعاطى معك على هذا الأساس. العالم رح يتعاطى معك على هذا الأساس، المصارف رح تتعاطى معك على هذا الأساس، والدول رح تتعاطى معك على هذا الأساس. تمام. نحن اليوم واقعين بالمشكلة، بس نحن اليوم نحن مجموعة ناس كذابين ما عم نحاول نروح على المشكلة. طب أنا بدي أسألك سؤال اليوم، انت يا استاذ رواد اليوم بكره عندك اجتماع بالقصر الجمهوري للكتل النيابيه. مظبوط. المشاركه الكتل النيابيه الموجوده. طيب الاجتماع شو بده يعمل؟ الاجتماع راح يطلب من الكتل النيابيه انه انتم ممنوع تشاركوا بالتحركات اذا وافقتوا على هالمقررات. طيب شو في المقررات؟ انت امام 3 خيارات يلي هن ما في غيره، أو بتوقف السلسلة ل3 سنوات. تمام. وهذا أمر مستحيل يصير وما لازم يصير. هني هاو 3 مطروحين أمامهم، زيادة الضرائب أو دولار ب5000 ليرة. بس أي احتمال رح يمشي؟ رح يمشي الثاني، زيادة الضرائب. طيب انت رح تيجي بكره تقول للناس بدكم تحملوا معنا. طيب انا بس مواطن
بقبض 600,000 ليرة 700,000 ليرة. انت تعرف في كتير بيوت عايشة ب 600 و 700,000 ليرة أكيد. بلبنان بيقبض 600,000 ليرة و 700,000 ليرة. طب كيف هيبك تجي تقنعه انه انا بدي زد لك تنكة البنزين وبدي اعمل 15% تفقة؟ هلأ بيقولوا على بعض السلع اكيد على 80% من السلع بكرة، يعني بيقولوا لك عفينا الطحين بكرة بلكي بس، عرفت كيف؟ طيب انت كيف بدك تقنع ويا المواطن؟ واول امبارح في موظف بالدولة بيقبض 7 ملايين ليرة عامل عرس مكلفه 5 ملايين دولار. تمام. طيب انا بكرة اذا هذا الاجتماع ببلش بإقالة عماد عثمان مثلا وارساله الى السجن ومحاسبته على كل الاموال اللي معه المهربة وغير المهربة، انا بقول لك ايه بتعطي مصداقية. بس اليوم بدك تجي تاخذ من المواطن، لا شرفوا انزلوا على الشارع يا شباب، شرفوا انزلوا على الشارع، الظاهر الحرامية الكبار ما حدا بقرب لهم. وقفت على عماد عثمان يعني. لحظة يا خي، واحد منهم نحن عم نعطيك مثل صار هلا تمام امامك، انت في موظف بيقبض 7 ملايين ليرة خي، 5000 دولار بالشهر، منين جايب ال 5 ملايين دولار تعمل عرس خي؟ هالعرس الامبراطوري يعني الاعلام كمان على العرس امبراطوري، ما عيب له خي؟ هيدي هي بتسقط رئيس امريكا، هي بتسقط رئيس امريكا اذا صارت مع نحن الوقاحة جايين بكره يعملوا اجتماع تحت لي ينهبوا مصريات الناس ومدوا دايون عجيبة، وموظف بطران موظف صغير بطران هالقد وبدوا مدوا وبيمدوا ايدوا عجيب الناس، لا تحت لي يعملوا عراس ولادهم، مين بدو يدفع لهم خيي؟ مين بدو يدفع لهم؟ مين بدو يدفع لهم؟ ليش ما تدفع لهم الناس؟ ليش ما تدفع لهم؟ ليش ما كنت ضلكم تاخذوا من جيب الناس؟ وين الاجراءات اللي عملتوها؟ اليوم معمول اجراءين انت نعم تنهي نص ثلاث ارباع المشكله. اي اجراءين؟ اجراءين يلي هن الكهرباء ماشي خطتها، ماشي شو؟ خطتها ماشي خطتها؟ ايه ما هيك؟ ما كمان بإطار التهريب بالحكومة السابقة قبل بجال آخر جلسة هربوا دير عمار أعطوها لعلاء الخواجة وشورا وريمون رحمي. طيب شو صار هلق حبيبي؟ تعرف شو صار انت؟ شو صار؟ فرطت الشركة مختلفين هني وغسان غندور، فرطت الشركة البنوكي ما بدها تعطيهم لأنه عليه حكم ريمون رحمي ب 120 مليون دولار بأمريكا والظاهر وضعه مهتز والبنوكي بطل تسترجي الدينه أو تسهله، عرفت كيف؟ وعلاء الخواجة أصلا عم يلبس طرابيش وبده يعملها حساب الناس. نعم. فطار مشروع دير عمار، وهلأ مشروع دير عمار صار له سنة وأربعة أشهر بعد ما انضرب في ضربة. عرفت شو ماشي بخطة الكهرباء؟ طيب غير الكهرباء شو النقطة الثانية؟ تهرب الضريبة، الحدود. ايه. الحدود انا معهم اللي عم يطرحوا الحدود. طيب تهرب الضريبه في كذا فريق بيطرح الحدود كل واحد من ما انا من ما في شيء. ايه. بدي اقول لك انا يا اخي التهريب عبر الاراضي السوريه مزبوط. ايه. مش هيك بدي اسلم معك مزبوط، وهيدي شغله عمرها مئات السنين كل الدول خي بامريكا بده يعمل شو اسمه بده يعمل هذا الجدار ترامب تحت لي يمنع التهريب بينه وبين المكسيك بالستينات. كان عندنا 27 كشاف ل 6000 كونتينر كانوا يجوا على لبنان. تعرف قديش عندنا اليوم؟ قديه؟ 700,000 كونتينر. كم كشاف إلون؟ كم واحد؟ 12. قال له زاد لك بالستينات ل 6000 كان في 27، هلق ل 700,000 في 12. طب كيف بدك تضبط؟ هي عم نحكي وين؟ اي مرفق؟ بالكل المرافق، هي اللي بيجي على لبنان 700,000 كونتينر و12 هن للكل؟ ايه. طيب انت هون موضوع الحدود. ايه موضوع الحدود شرفوا هلا
هذا موضوع الحدود بدك تعمل لجنة مشتركة سورية لبنانية اسمها لجنة ضبط الحدود. نعم. بدون لجنة مشتركة هذا كله حكي ما له طعمة. لا بيحطوا الإنجليز برج ولا بيحطوا الألمان برج ولا الجيش في راقب كل حدود. هذه حدود لا تراقب لأنه في بيوت بين لبنان وسوريا. هذه الحدود بدأ لجنة ضبط لبنانية سورية جدية، ساعتها هاي اللجنة بتبلش تضبط الحدود لأنه تهرب الضريبة 3-4 مليار. الأمر الثالث تهرب الضريبة. أن اليوم المتقاعدين نحن اللي بدو يشلحون مصرياتهم الشباب يعملوا عراس ولادهم. ها؟ يجوا بيشلحوا المتقاعد 50,000 ليرة. طب هؤلاء المتقاعدين ما هني عم يطلعوا شباب. مضبوط. وهني حرام أصلا تطيلعهم بهالعمر. في الواحد يستفيد بعد. فيهم اللي بدو في طاقة يعني. طبعا عنده طاقة في بدو يكفي بالخدمة. تجي أنت بتجيب بتشغل المتقاعدين. بغالبيتهم طالعين من مؤسسات عسكرية، اللي طالعين من الجيش مستقيمين، واللي طالعين من المؤسسات التانية ناس مستقيمين بحياتهم كانوا. صحيح. تجي بتشغلهم بموضوع التحصيل الضريبي، بتشغل آلاف الناس في هذا موضوع التحصيل الضريبي، تحكي لك عن 3-4 مليارات انت هون. عرفت كيف؟ وبتعطيهم مقابل ما بياخدوا معاشات مثل الباقيين، واني مضمونين اصلا. مزبوط. والدولة عم تتكلف عليهم، في معاش تقاعد الان، في معاش تقاعد بتعطي شوي اضافي بيتمنى. نعم. على هذا الموضوع وبتشغله بموضوع التحصيل الضريبي. انت بالكهرباء وبضبط التهرب الضريبي بتشيل نص عجزك، بتشيل نص عجزك. بس مين عنده الجرأة يباشر فيهم هذه المواضيع؟ خي لشو عاملين اجتماع بكرة بعبدة؟ طب الاجتماع في 80% حرامية بكرة على الطاولة. طب الرئيس، طب الرئيس عامل غرفة بكرة تيحبسهم للحرامية فوق، إذا مطيلوهم تيفوتهم على السجن كويس. شو نموذج محمد بن سلمان يعني بدك تعمل؟ أنا مع نموذج محمد بن سلمان. سعد الحريري لأنه لم يقتدي بمحمد بن سلمان خرب. لحولاي كلهم معهم مليارات، ولخي هذا لحولاي امبارح بيعمل هذا العرس، في يعملوا العرس لابنه سعد الحريري هلا؟ معهم كل الحوالايك معهم مئات الملايين من الدولارات. سعد الحريري انا محله حتما بقتدي بنموذج محمد بن سلمان وبحبسهم حتما حتما. خرب لانه ما اقتدى بهذا النموذج. بكره في 80% منهم حراميه، جاي تسال الحرامي كيف بدك توقف السرقه؟ يا اخي حدا بيسال الحرامي كيف بده يوقف السرقه؟ كيف بده يوقف السرقه الحرامي؟ ما هو مهنته حرامي. نعم. انه واحد اذا له 30 سنة حرامي كيف بده يوقف يا اخي؟ مصاري بيسرق بدون ما ينتبه. تعرفها هاي النورية اللي تجوزها الملك؟ لا شو قصتهم؟ تجوز ملك نورية. النورية معودة تسرق. ايه. كانت. تجوزها حلوة وكذا ولبسها وهيك شوي كل يوم يشوف رايح له شيء. لك يا اختي قالت له ما في غير طبعي ما انا عشت هيك. شو بدك تغيرني ولك غير؟ قال له لك انت صرت الملكه. قالت له او صرت الملكه ما في غير. هودي مجموعه حراميه، واحد جايبهم بتجيب مجموعه حراميه بتسالهم كيف بدي يوقف السرقه؟ غلط في بدك يعني توقفهم لهم؟ غلط بالدعوه فخامه الرئيس. انا رايي انا اقترح على فخامه الرئيس ما غلط بالدعوه. فخامة الرئيس عم يحشرهم. فخامة الرئيس عم يحشرهم، عم يجي يقول لهم انه انتم بدكم تتحملوا مسؤولية الاجراءات لان انتم الحرامية اللي سرقتوا البلد بالاخير. مثل ما انت عم تقول لنا الاجراءات على حساب الشعب، ايش حسابهم؟ ما انا ضد هاي الاجراءات. انا بدي اجراءات تانية. انا اليوم بيجي انا حاطط اسماء لجنة بعد التشاور مع كثير من الناس اللي بيعرفوا بالوضع الاقتصادي. هاي اللجنة بعرف منها اثنين، الباقيين ما بعرفهم. ايه. ارتيب. مين هي اللجنة؟ انا اقترح لجنة رياض سلامة كونه حاكم مصر في لبنان. الاستاذ طلال سلمان. تمام. مش طلال سلمان رئيس تحرير السفير. طلال الخبير الاقتصادي. أي. يعني ابن اخونا فيصل. عبد الحليم فضل الله. حزب الله. الوزير كميل بوسليمان.
قوات كميل كميل هو ممتاز، لا بس هو زين بمعزل عن انه القوات ما يمكن ما يكونوا ممثلين كل الاطراف اللي عم يقترحوا. تمام، لان ما تسمي لي اطراف لا منه هيك، مش سياسي خبراء اقتصادي. استاذ حسن مقلد، استاذ توفيق كسبار، تمام، استاذ يوسف خليل كمان ما بعرفه، الخليل يوسف الخليل بيقولوا لي جدي وعنده مصداقية كتير. تمام، ربيع نعمة، أوكي، الوزير منصور بطايش، شربي القرداحي، ويسمي الرئيس الحريري إذا عنده اثنين ثلاثة كمان إضافي يسموه، بقترح هاي اللجنة، بتجي بتقلي أنا هاي اللجنة هايدي اقتراحاتي. بس على فكرة من كتير الأسماء اللي طرحتها في اللجنة اللي عم تحضر الاجتماع واللي اجتمعوا مع الوزير بطايش ومع فخامة الرئيس. أنا بعمل لجنة بدي التزم باقتراحاتها، بسمي لجنة رسمية. تمام، بسميها فخامة الرئيس، بدها تتناقش اقتراحاتها ويتم الالتزام فيها. لا أنا بفهم بالاقتصاد ولا أنت تفهم بالاقتصاد ولا جايين يحضروا بكرة جايين بيفهموا بالاقتصاد. نعم، ثلاث أرباعهم ما حدا بيفهم شيء بالموضوع، هن بيفهموا بالسرقة. عرفت كيف؟ هذه اللجنة هي اللي بتقترح اليوم. أنت ليش قلت لك المصارف عم تكذب أنا يا أستاذ روان؟ ليه؟ نحن عندنا 170 مليار دولار ودائع كتبهم هاو حتى ما غلط فيهم. نعم، عندنا منهم شاوب ما يوخزونا لأنه بدنا نعتذر مرة تانية معطل يعني عيسي هون رح خربان رح نختني 120 مليار بالدولار، اوكي تمام، قداي في منهم ال 120 مليار بعد؟ قداه؟ ما بعرف، 32 من 120 32 طبعا. اوكي، في 30 مليار بالسوق بدهم سنوات ينضبوا، اذا انضبوا بعرفش قد ايه بينضب منهم مجموعه سنه. في 30 مليار يورو بوند، وفي 22 مليار في طايرين فوائد اليورو بوند. تمام، انا بعمل اجراءات جديه. اذا بدك اجراءات جديه منيح، انا صرت مع الخصخصه. هذه دوله ما فيها تمشي شيء. أنا بيجي ببيع التليفون هلا بستة سبعة مليار، ايه ها، وباخذ حصة الدولة، بصير يطلع لي حصة سنوية مع الستة سبعة مليار. أنا ببيع، أنا بخصخص إدارة المطار، حيث نضلنا قاعدين بهالمشكلة اليومية بالمطار. أنا بخصخص المرافق، وأنا بيجي خصخص الكهرباء. بس يعني رجعت للسياسة اللي كنتوا تتهموا الآخرين إنه بدهم يوصلوكم لألم يا خيي. طيب بالآخر عم بيسيوا إدارة الدولة لتوصل لهم. طيب شو بتعمل إذا دولة منهوبة؟ فيك توصل لدولة تضبط مؤسساتها؟ طيب أعطيني نموذج أنت اليوم، أعطيني نموذج، قل لي هذه مؤسسة، شل الجيش على جنب. نعم، الجيش كمؤسسة يتعاطى بشفافية مع كل الأمور، هو نموذج للشفافية بالدولة. تمام، شيل الجيش وبعض المؤسسات يمكن الأمنية وما إلى ذلك. طب وين؟ أعطيني مؤسسة أنا بالدولة قل لي هذه المؤسسة يا خي تتعاطى بشفافية وخلينا نخذها نموذج. هيك على السريع ما بيخطر على بالنا يعني. في بعض الموظفين، أنا بقول لك في بعض الموظفين ممتازين، فلان بالماي، فلان بالجمرك، فلان بالكهرباء، فلان كذا، ممتازين. تمام، بس الإدارة كل الإدارة بدك تشوف وين. بدك تعمل إجراءات جدية يا أخي يا أستاذ روان. تعرف قديش الناتج القومي عنا؟ قديه اليوم خبير اقتصادي جاي مع الأمر. لا سألت خبرة قبل ما أحكي فيه. تمام، 56 مليار دولار. نعم، تعرف قديش الناتج القومي عند العدو الإسرائيلي الغاشم؟ العدو الغاشم؟ ايه. لا لأنه يعني إنه يعني للأسف تعطي هذا النموذج، يعني للأسف أنت يصير مقارن هيك عم تعمل هاي المقارنة. الناتج القومي عند الإسرائيلي 400 مليار. عندنا قديه؟ 56 مليار عند الإسرائيلي 400 مليار. شايف كيف 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 الناس اللي بتطور حالها، مع انه الوضع بالضفة مش مستقر، الوضع بغزة مش مستقر، الوضع على الحدود السورية الفلسطينية مش يعني منه كيان عايش باستقرار الإسرائيلي. نعم، بس هذا لا يلغي
انه انا عندي حاله حرب بركب على ظهر الناس وبنصب عليها. لك خيي ولك حافظوا عليهم تضلوا تسرقون، سرقوهم بالتقسيط يا زلمه، سرقوهم بالتقسيط يعني خلوا لهم شيء تسرقوهم، سرقوهم انا معكم، ولك سرقوهم الله لا يقيم عن قلبهم شده اسطلوني ولك سرقوهم عمرهم ما يرجعوا، لانه هودي عالم ما بينتقموا لكرامتهم، سرقوهم. ولك تشرشل اللي هزم هتلر اللي ربح الحرب العالمية الثانية، تشرشل تعرف أنت سقط؟ تعرف؟ صحيح. راجع للموضوع ذاكر بعد سنتين من ربحوا الحرب، أنت بتعرف ليه؟ وهي المفاجأة راح تفاجئك. هلا أول أزمة نفايات بالعالم انعملت ببريطانيا بعد الحرب، أسقطت تشرشل بعد سنتين. صحيح. أزمة نفايات ولك طمطن الزبالة، طمن الوسخ، طمطن النفايات، وبيقعدوا بيضحكوا ماسكين تليفوناتهم بيحكوا على وسائل التواصل وبيطقوا حنك بدل ما ينزلوا يمسحوا الارض فيهم للحراميه. شو بدك تحكي؟ بس انا عبقلكم كرمال مصلحتكم خلوهم طيبين شوي، يعني خليهم عايشين تضلكم تسرقون. هيك ما بيمشي الحال، هيك ما راح يضلوا طيبين، راح يروحوا. طيب بس بالجو اللي عم تحكي فيه مع الوزير انه بكره رايحين بالحوار الاقتصادي لخطه لاجراءات، يمكن فخامه الرئيس قال سنعتمد خطا تصحيحيا لتعزيز الاقتصاد وقد نشهد تدابير صعبه لكنها ضروريه. الرئيس بيردي بيقول يا حبيبي الاجراءات لن تطول الفئات الشعبيه والمتوسطه والنخبه. مع احترامي لكل الرؤساء، مع احترامي لكل الرؤساء، دوله عندها موظف صارف 5 مليون دولار امبارح ما فيها تاخذ ضرائب من جيب الناس، او بتحاسب هالموظف او كله هذا ما له معنى. بس في كذا موظف قبله ومدير عام يحاسبون كلياتهم، يحاسبون كلياتهم، يحاسبون كلياتهم. انا موظف بيصرف 5 ملايين دولار، كل هذه الدوله تصبح بلا مصداقيه اذا لم يحاسب. هذا الاجتماع بكره ما له طعم وما راح يوصل لمحل. في فقدان مصداقيه، في فقدان مصداقيه. اليوم اجي حاسب انا شرطي لان قبض 5000 ليره لانه ابنه معوش يجيب له خبز خيي بالبيت وقاعد طول النهار بالشمس، قبض 5000 ليره من واحد مارق على الطريق، بيجي بطرده من الدوله وبطرده من شغله؟ او اجي حاسب ضابط على 100 دولار واللي سارق الملايين ما بحاسبه؟ ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. هذه دوله معطله هلا، وهذه دوله يعطلها ابنائها، او بتحاسب ابنائها او هذه الدوله ما فيها تضلها تسرق من جيب الناس. بكل صراحه هاي المعادله عندك؟ انا هاي المعادله لا، انا بدي انزل على الشارع، ما بقى بدي حالي في خي حدا من الدوله، بدي انزل مع الناس على الشارع. في عده تجارب يعني دعوات للشارع ما كثير تحركوا خي، بينزلوا ايه بينزلوا طبعا بيقمعوهم بس انه بينزلوا، ليش لا بينزلوا. بس ما بدك الامريكي والاوروبي يبطل محالي في الحرامي ولا مجرم؟ ما مشكلتك هذه الدول التي تدعي الديمقراطية لا تحالف إلا مجرمين وحرامية. بس لا، على سيادة بدهم يحطوا رقابة مشددة يا خيي، بدهم يحطوا على سيادة، ما بيسألون لا عم يحاولوا مصرياتهم اللي عندهم منين جايب مصرياتك يا خيي، ما عم بيسألون وين. بسيطة، هلق في وزير قاعد باليونان عم يفاوض خسران 10 ملايين دولار شاري الماز وغشينه فيهم. مين؟ بكره بتعرفوا، بكره بيطلع بالاعلام. اي وزير؟ وزير حالي؟ وزير سابق، نائب حالي، شاري ب 10 ملايين دولار الماز وغشينه فيهم، قاعد عم يفاوض باليونان بلكي بترجع له اني العصابه. مين هذا؟ اي واحد؟ ما شو انا ما بدي، ما شغلت سميه، انا بكره بيطلع بعدين تعرفوا الناس. كم يوم بيطلع البلد بيختفيش في شيء، ما انا سمعتها بالبلد شو انا شو اخترعتها من عندي، بكره بتسمع. رئيس كتله هو يعني او شو؟ ولك خلص يلا باي منطقة؟ ولك خلص خلينا حجن التهي، خلص شو بدك مش التهي، حجن التهي بالتفاصيل، بكره بيعرفوها الناس، حجن التهي بالتفاصيل يلا. طيب اعطيني ثلاث احتمالات. خلينا نروح على اساسي، خلينا نروح على اساسي، ما لنا ساعة عم نحكي بالاساسي، خلينا نروح على اساسي يلا. طيب رح نجرب اخذها بالفاصل، فاصل وبنرجع نتابع بعدها مع الوزير ويقام وهاب بالمباشر.
بالمباشر نعود للمتابعة مع ضيفنا الوزير السابق وئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي. ما عليك نرجع نعتذر منك مرة جديد، يعني عطل تقني خارج عن إرادتنا بالأيسي، بنعرف قد ما أثر سلبا عليك. رح نحاول نختصر شوي بالوقت ونختم على أبكر، بس بعد في تطورات إقليمية كتير بدنا نحكي فيها وإقليمية دولية. رح بلش من الموضوع الإيراني الأمريكي. نحكى هذا الأسبوع عن جو إيجابي قد يكون أو مؤشرات حلحلة، شو معطياتك بالنسبة للموضوع؟ واضح بأنه هناك واضح من تحرك الرئيس ماكرون، واضح بأن الرئيس ماكرون أخذ تفويضا من الأمريكيين نعم ليبدأ تحرك معين، وهذا الأمر أنا لا أعتقد بأنه سيصل إلى صدام أمريكي إيراني، يعني أنا أستبعد هذا الأمر، ولكن أنا كذلك أستبعد الصدام الأمريكي الإيراني وأخاف من الاتفاق الأمريكي الإيراني. لا عشو رح يكون حساب شو؟ لأنه هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني سيكون على حساب العرب إذا حصل، وهون أنا أدعو إلى حوار إيراني عربي. بلش ببعض تفاصيل. وهذا ما بدأته الإمارات العربية المتحدة مع إيران. في السعودية بعد يمكن لا بعد. أنا رأيي يجب أن يتم، هو الأساس الحوار السعودي الإيراني. الإيراني. وأنا أدعو كل الدول القادرة من الإمارات إلى سوريا إلى كل الدول القادرة على إلى الكويت على أن تلعب دور في هذا الحوار، لأنه هو الأساس، هو الأساس في حماية أمن المنطقة، هو الأساس في صيانة الأمن الوطني العربي الإسلامي، لأنه بالأخير الأمريكي وين بيستفيد؟ بروح يمكن الإيراني، يمكن يستفيد بالاتفاق مع الإيراني أكثر. وقعد تفتكر عنده أخلاق الأمريكي بهذا الموضوع؟ ما عنده أخلاق. نحن كعرب لازم نعمل مصالحنا، نحن لازم نفكر كعرب بمصلحتنا وين. نعم عرفت كيف؟ اليوم اليوم نحن أرضنا مستباحة، اليوم ليبيا مستبيحة التركي، عرفت كيف؟ شايف التركي حتى عبقاتل مباشرة. اليوم سوريا مستبيحة كذا طرف، اليوم في استباحة للساحة العربية. ونحن علينا العرب الإيراني، الإيراني دائما بيقول يده ممدود للحوار، بس السعودي جاهز اليوم للدخول بحوار أو مفاوضات مع طهران؟ أنا أتمنى على المملكة العربية السعودية أن تتخذ خطوة شبيهة بخطوة الإمارات العربية المتحدة، إن كان في الموضوع اليمني أو كان في الموضوع الإيراني. الموضوع الإيراني اليوم باليمن الإمارات أخذت خطوة جريئة، لأنه في اليمن واضح بأن الإخوان المسلمين كانوا يستغلون كل ما يحصل، وبالأخير مثل عادتهم يعني يعملون للتمكين وبالأخير للانقضاض على كل الناس. نعم. اليوم هناك فرصة جدية لنقيم حوارا عربيا إيرانيا ولنحصن الساحة العربية. اليوم بدون إعادة إنتاج منظومة أمن عربي، منظومة سياسية أمنية تضم مصر، تضم سوريا، تضم السعودية، تضم الجزائر، تضم الإمارات، تضم العراق، هذه الدول الأساسية العربية الكبرى، أنا تقديري ما رح نقدر نحمي أمننا العربي، ورح تضل ساحتنا العربية مستباحة. نعم. طيب لفت مع الوزير عم تحط دائما سوريا والسعودية والإمارات وغيره من دول بذات الخانة اللي طلبها لحتى يكون عم يجرى الحوار، بالوقت يلي أساسا بين سوريا والسعودية المشكل والهو كبير. يمكن مع الإمارات عم لاحظ مؤشرات خلال هذا الأسبوع، يمكن الوفد الإماراتي الكبير اللي شارك بمعرض دمشق الدولي كمان بيحمل أبعاد سياسية، وخصوصا كان في تحريض أمريكا على عدم المشاركة. فتبلش من الإمارات سوريا شو عم بصير لنرجع ننتقل بين سوريا والسعودية؟ بين الإمارات وسوريا أول شيء هناك خصم مشترك وهناك مصالح مشتركة. نعم. الآن الإخوان المسلمين هم خصم لسوريا وهم خصم للإمارات. نعم. الإخوان المسلمين هم وراء كل الإرهاب الذي حصل في سوريا والإرهاب الذي كاد أن يحصل في الخليج. انتبه كانوا عم يحضروا كمان بالخليج. هناك مصالح مشتركة. ثم أنه الإمارات يعني أنت بتعرف حتى من أيام الشيخ زايد كانت معنية بكل القضايا العربية، والإمارات كان لها موقف من الموضوع السوري، وهذا الموقف طبعا انعكس على يعني سمح لي أن يكون هناك حديث إماراتي سوري. أنا أتمنى على هذا الموضوع أن يتوسع باتجاه السعودية، أن يتم إنهاء الحرب اليمنية، أن ندخل في إطار البحث في المصلحة العربية المشتركة. أنت بتعرف كان هناك تحالف قائم قبل
أحداث سوريا وقبل ما سمي بالربيع العربي، كان هناك تنسيق باستمرار سعودي سوري مصري. نعم. وكان هذا الثلاثي عامل منظومة أمن عربية. الآن يجب أن يتوسع هذا الثلاثي باتجاه دول أخرى وينعمل منظومة أمن عربية جدية، منظومة سياسية أمنية لا نحمي الأمن العربي أو نحن رايحين على الكارثة. نعم. طب بالملف السوري كمان لو بشكل سريع، التطورات بإدلب كمان متداخلة بين تركيا وروسيا. مهما فعل أردوغان سيهزم، مهما فعل أردوغان بالنهاية سيخرج من الأراضي السورية، الجيش السوري سيستعيد كل شبر من الأراضي السورية، هناك حوار طبعا روسي تركي، والروسي يراعي أحيانا المصالح التركية، ولكن هذا الأمر لن يكون على حساب وحدة الأراضي السورية ولا على حساب استعادة آخر شبر من الأراضي السورية. الجيش السوري سيستعيد آخر شبر من الأراضي السورية، والأخوة الأكراد أتمنى أن لا يراهنوا لا على الأمريكي ولا على غير الأمريكي، بس ينسحب الأمريكي من هون رح يأكلوا قتلي من هون، شو بدهم بالشغلة؟ خليهم يسارعوا للتفاهم مع الدولة السورية، هيدي اللي بتحفظهم، سوريا من تحفظهم وليس لا الأمريكاني ولا الحماية الأمريكية. نعم. هودي بيبيعوا بيشتروا كل يوم 100 مرة. بس اليوم ما شكلوا رايحين بهذا الاتجاه الأكراد. أنا إجوا لعندي كذا مرة ونصحت هيك وبرجع بنصحهم من جديد، لأنه نحن لا نكون لهم الكره والعداء، بل نكون لهم المحبة. ضمانتهم سوريا، ضمانتهم العودة إلى سوريا، ضمانتهم العودة إلى حضن الدولة. نعم. أكيد التطورات الإقليمية عم تتسارع كتير، لنشوف بأي اتجاه بدها تكون عم تنحى. بالنهاية مع الوزير بنرجع للسؤال كنا طرحناه بالأول الحلقة، رد حزب الله بإطار الرد أكيد على الكيان الصهيوني، أول احتمال كان طبيعي ونؤيده، ثاني احتمال تخطي لسيادة الدولة، بجسد يمكن تصويت الإجماع السياسي اللي صاير بلبنان، 81% على الفيسبوك طبيعي ونؤيده، 19% تخطي لسيادة الدولة، على تويتر تقريبا شبيهة، 74% طبيعي ونؤيده، و 26% تخطي لسيادة الدولة. بس هودي اللي هولي عم يحكوا بسيادة الدولة دخلك، مش هن اللي هتكوا أبو الدولة بالحرب؟ مش هن اللي نهشوها وضربوا لها مؤسساتها وضربوا لها جيشها وقتلوا لها جنودها وفاتوا على مراكزها وفاتوا على سكناتها؟ مش هن زيتهم؟ للأسف. ايه للأسف. اوكي. بس اذا حكيت عنهم بيقولوا لك عم تفتح جراح الماضي وتنكق الجراح. طيب اوكي. شكرا لك معالي بس انا سؤال يعني عم بسأله بس للاصطداح، كتر ما بيحبوا الدولة ومغرومين فيها. شكرا لك معالي الوزير، بنعتذر منك من جديد على الحرارة بالستوديو يعني ما تأخذنا. كمان بنشكر ضيفنا بالفقرة الاستثنائية اللي كانت بالأول مواكبة لتطورات الصحافة والصديق علي حجازي، كمان شكر للصحافة من واشنطن محمد دلبح اللي كان معنا عبر سكايب بالفقرة الإقليمية. ملتقانا بتجدد الأحد المقبل 9:30 مساء من هلأ الوقت، تبقوا بخير.